بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده زي ما اتعودنا عباره عن نصفين، النصف الاول مجموعه من الاخبار، والحقيقه اخبارنا النهارده كتيره واغلبها عن المباريات اللي جايه، وهي متركزه الجمعه والسبت. في مباريات كتيره جدا يوم الجمعه والسبت اللي جايين، سله وطايره ويد، رجال وسيدات، هتلاقوا يعني الاجنده ممتلئه الجمعه والسبت اللي جايين. يعني يمكن اول يوم رمضان بس الاتحادات ادت للعيبه والفرق وقت الراحه، ومن اول تاني يوم وهتلاقي الموضوع بقى كله ماتشات، واغلبها ماتشات مهمه، وهنقولها لحضراتكم ونستعرضها مع حضراتكم. النص الثاني فقرتنا الحواريه زي ما حضراتكم عارفين، وقلنا الحلقه اللي فاتت ان الغطس، لعبه الغطس في النادي الاهلي حققت انجاز كبير من 20 سنه ما حققتوش، وهو الحصول على الدرع العام لبطولات الغطس. كان غايب 20 سنه، كنا دايما بناخد مراكز، يعني الغطس رجال او سيدات ناخد مراكز، نحقق ارقام، يعني نعمل انجازات كويسه، ولكن او ناخد ترتيب 20 سنه. ولكن كابتن وائل عزت والجهاز الفني بالكامل والمسؤول عن رئيس جهاز طبعا العاب المياه كابتن وائل عزت بالجهاز كله اشتغلوا على اللعبه دي من 5 سنين، زي الووتر بول، وضعها زي وضع الووتر بول. السنه دي ولاول مره بعد 20 سنه يفوز النادي الاهلي بالدرع العام لبطولات الغطس. النهارده هيكون معانا مجموعه كبيره من اللاعبين واللاعبات للغطس، وهيكون معانا ايضا المدرب العام، هيكون معانا المدرب العام كابتن محمد العسال، وهيكون معانا ايضا شهد ايمن مواليد 2002، وايضا سما خالد 2007 مواليد، وهنا وليد مواليد 2009، عمر معتز مواليد 2006، وعلي خالد مواليد 2005. المجموعه كلهم ولاد صغيرين، هنتكلم معاهم، هنشوف ازاي بداوا الغطس في النادي الاهلي وازاي قدروا يتدرجوا بيهم لغايه ما وصلنا للدرع العام. اكيد ما جاش من الفراغ، اكيد من جه نتيجه عمل وجهد وشغل. طيب هنروح لاول اخبارنا، وزي ما قلت لحضراتكم الجمعه والسبت مليانين ماتشات. اول مباراه واهمهم على الاطلاق هي مباراه كره اليد، هي مباراه كره اليد ما بين الاهلي والزمالك. طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا داخلين متصدرين الدوري برصيد 26 نقطه، ياتي ورانا في المركز الثاني على طول نادي الزمالك برصيد 24 نقطه، واللي عمل الفرق ده اخر مباراه بيننا وبين الزمالك فزنا فيها بنتيجه كبيره 27-22. طب المباراه دي مهمه؟ ايوه المباراه دي مهمه عشان نحافظ على الصداره. مين بيتولى تدريب الفريق؟ مستر ديفيد ديفيز اللي حضراتكم شايفينه في الصوره. والمباراه هتتلعب الساعه 10 بالليل على صاله الدكتور حسن مصطفى بالمدينه 6 أكتوبر. طبعا نادي الزمالك داخل بغيابات، عنده ايقاف نواره اللي اتوقف من المباراه اللي فاتت بعد طبعا محمد رمضان، انا اسف محمد رمضان اللي هتوقف، وعنده وغياب احمد حسام. نادي الزمالك عنده غيابين زي ما قلت لحضراتكم، محمد رمضان وكمان عندك حسام، الاثنين هيغيبوا عن اللقاءين، ولكن يعني يعني مهمين، ولكن بيتهيألي السكواد عند نادي الزمالك يتحمل الغيابين دول. بالنسبه لنادي الاهلي الحمد لله بفضل الله ما عندناش غيابات، وده يعني نادر لما بيحصل في لقاءات الزمالك. انا يعني بقالي يعني فتره بغطي الالعاب الاخرى وشايف يعني دايما مباراه الاهلي والزمالك كان بيبقى حظنا وحش قوي، كنا بنقابل على طول ممكن نلاقي نقص لاعب او اثنين او ثلاثه في الاصابات. ولكن هذه المباراه ان شاء الله داخلين كاملين، ما عندناش مشكله والدنيا كويسه، يا رب ان شاء الله نفوز. ليه مهم نفوز؟ لانه لو طب احنا ناخد بطوله، لا بس هنطلع الدور اللي بعد كده بالمركز الاول. طب هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا ان انت تطلع بنقاط، في 4 نقاط، نقطتين، نقطه ونص، نقطه، نص نقطه، هيبقى الترتيب كده. هتقولي نص نقطه يفرق؟ ايوه يفرق. تفرق في ان انت بعد لما تيجي تقابل نادي الزمالك في المباراه الاخيره ما تبقاش فاينل بالنسبه لك، تبقى فاينل بالنسبه له، بمعنى ان انت لا قدر الله خسرت عندك مباراه ثانيه تلعبها. كسبت المباراه دي خلاص انت شلت الدوري. يعني اتمنى يكون الموضوع وصل، يعني انت فارق نص نقطه فالمباراه الاخيره بتبقى بالنسبه لك فاينل، كسبت تشيل درع السوبر. ومهم جدا المباراه دي عشان انت داخل بعد كده على السوبر الافريقي وايضا بطوله افريقيا، فانت مهم تبقى في التوب فورم، في ثقتك، راكب الدوري في مصر، راكب المسابقه في مصر، فده مهم جدا. انا شايف ان المباراه دي اهم مباراه موجوده عندنا يوم الجمعه والسبت القادمين. هنروح للمباراه المهمه وبعديها على طول، وهي مباراه اول مباراه في دور الثمانيه في البلاي اوف في كره السله. بلاي اوف السله دي هتلاعب بيست اوف 5 وليس بيست اوف 3. البيست اوف 5 هيبقى مع المصريه للاتصالات صاحبه المركز السابع. طب النادي الاهلي هيلعب المباراه فين؟ هتتلعب المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 9. بالمناسبه المباراه دي كانت المفروض تتلعب يوم الجمعه. ايوه المباراه دي كانت المفروض تتلعب يوم الجمعه لغايه ما اتاجلت بقت يوم السبت. الحقيقه ما عندناش اسباب ليه اتاجلت، هنجيبها لحضراتكم، ولكن الساعه 9 بالليل هتكون المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل. هنلعب مباراتين ورا بعض سبت وحد، راحه يوم،
2 و3 في ملعب مصرية الاتصالات. اول مباراتين في ملعبنا، المباراتين اللي بعد كده في ملعب مصرية الاتصالات اللي هو بيكون المركز الاولمبي في المعادي. طيب لو تعادلنا، يعني كسبنا مباراتين في ملعبنا او في مجمل الماتشات تعادلنا ماتشين او ماتشين، نلعب بعد الجوله الثانيه اللي هي الرابع مباراه، ناخد يوم راحه ونلعب مباراه فيصل هتبقى على ملعب النادي الاهلي استاد امير عبد الله الفيصل. طب ليه؟ لان انت في الترتيب احسن منه، فبيديك المباراه الفيصل من نصيبك انت. طيب عندنا غيابات. الحقيقه دايما عودنا مستر اجوستي بوش انه بيبقى فيه تعتيم شويه على الغيابات، احنا نعرف، ولكن يعني ما بيتقالش وما بيعلنش غير يوم المباراه. يوم المباراه اول ما المباراه بتطلع بنعرف من ارض الملعب مين اللي هيلعب ومين ما هيلعبش، ودي الحقيقه حاجه تحترم جدا جدا. طيب مصرية الاتصالات فيها لعيبه كويسين؟ ايوه فيها لعيبه كويسين جدا، على راسهم المحترف سبنسر، لعيب كويس. يعني احنا دايما يعني الحمد لله في ماتشات الاهلي، في ماتشات الاهلي والاتصالات بنعرف يعني نمسكه كويس، بنعرف نمسكه كويس قوي. اتمنى ان شاء الله نبقى مستمرين على الحاله الدفاعيه دي مع سبنسر، لان الحقيقه لما بتفتح معاه احنا بنتكلم في ثلاثينات واربعينات، فبيعمل ازمه كبيره جدا. انا في سنه من السنين انا فاكر دايما حط 49 بونت او حاجه 40 بونت قدام الاتحاد 10 ثلاثات، انا فاكر كويس الماتش ده. فسبنسر لاعب كبير عنده 40 سنه، ولكن لعيب خبره كبيره جدا وبيعرف يتعامل مع اللعيبه في الدوري المصري. وفي خبر النادي الاهلي اعلنه، طبعا انتوا عارفين طبعا رحيل والتر هوج عن الفريق وسافر او رجع تاني بورتوريكو بلده، وتعاقد مع نفس الفرقه اللي كان بيلعب معاها. فالنادي الاهلي تعاقد مع تومسون لاعب النادي الاهلي السابق اللي كان معانا السنه اللي فاتت، وهيكمل معانا الى نهايه الموسم. اكيد بنتمنى التوفيق لتومسون. السنه اللي فاتت كان معانا في الخماسيه الشهيره طبعا، وكان احد اعضاء هذه الكتيبه. يمكن اللي وصلنا يعني طبعا النادي الاهلي اعلن النهارده، ولكن اللي وصلنا انا على المستوى الشخصي ان مستر اجوستي بوش اتعرض عليه عدد كبير جدا من اللاعبين، ولكن اختار تومسون. هو كان مصر عليه لانه الحقيقه في يعني قول زي ما انت عايز تقول على تومسون، ممكن يكون ما بيحطش سكور عالي، ممكن والجمهور بيكتب ده احنا شايفينه يعني، ولكن هو في ميزه كبيره جدا. الميزه الكبيره اللي عنده انه الراجل بيكنترول الفرقه، التيرن اوفر بتاعه قليل، بيشغل الفرقه. انت عندك ما عندكش مشكله خالص في الهجوم، عندك لعيبه كل لعيب يقدر يحط بال 20 30 بونت، ايهاب امين، عمرو الجندي، عندك عمر طارق، عندك سيف سمير، كل اللعيبه دي تقدر تحط 20 و25 بونت في المباراه. فانت هتجيب ال 70 بونت 80 بونت اللي بيجيبهم هتجيبهم. يعني هتلاقي في لعيبه عندك النهارده موفق جايب 30، لعيب جايب 10، ابو النصر غيره، كل دول يقدروا يحطوا. فانت عايز واحد يكنترول وايه ويعمل هارموني في الفرقه، فانت ما عندكش مشكله. دي رؤيه مستر اجوستي. انت داخل على البال باسكتبول افريكان ليج، ولكن دي رؤيته. فتومسون ان شاء الله مكمل معانا هذا الموسم، وخلينا نشوف دايما مستر اجوستي بوش بتبقى في اغلب الاحيان رؤيته بتكون صحيحه. هنروح بقى لمباراه يوم السبت. عندنا الاهلي يلتقي سموحه بدوري سيدات الاهلي سوبر السيدات. اخر مباراه كانت مع نادي الجزيره وزعناها لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي يوم الاثنين. دي كانت اخر مباريات. تاني يوم انا كنت في النادي يوم الثلاث، الفرقه اتمرنت ما ريحتش. اول مباراه ثانيه، وزي ما قلنا وزي ما شفنا المباراه اللي فاتت في اللقاء اللي قاله او اللي كان مع كابتن طارق خيري بعد المباراه مع مريم سميح، قال انه المباريات انا معلي الحمل، المباريات ورا بعض ولكن انا معلي الحمل. هو نازل بالكيرف بشكل مقصود عشان لما يوصل في المباريات المهمه اللي هي هتبقى بقى في البلاي اوف تكون الفرقه واقفه على رجليها. المباراه اللي جايه مع سموحه ان شاء الله يوم السبت هتكون ان شاء الله في تمام الساعة السابعة، الساعة التاسعة، تسعة. كل مباراة رمضان هتبقى الساعة التاسعة غالبا. الساعة التاسعة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. طب مين بيقود سموحة؟ اللي بيقود سموحة كابتن عماد محمود الرايق. فرقة كويسة، فرقة واخدة تاني بطولة عربية في بطلع هذا الموسم. يعني أتصور إن المباراة مش هتبقى سهلة، يمكن هتبقى أقوى شوية كتير من مباراة الجزيرة اللي خلصت بفرق 12 نقطة 77-65. طب الاهلي ترتيبه ايه؟ الاهلي ترتيبه الثاني حتى الان، ولكن مش بنتيجه خساره ولا حاجه، ولكن نتيجه كنا تاني لغايه المباراه ما قبل الجزيره، ولكن بعد الجزيره بقينا اول. طب احنا كنا تاني ليه قبل الجزيره؟ عشان انسحاب الزمالك، فكان مبارياتنا اللي لعبناها كان فيها مباراه الزمالك فاتلغت نتيجته فعمل لنا دروب نقطه. طب احنا ده على كل الفرق؟ ايوه على كل الفرق، كل الفرق هيحصل لها دروب نقطه لان الفرق اللي بتلعب سبعه مش ثمانيه. المهم وسبورتنج كان الاول لما ماتشه مع الزمالك اللي المفروض ميعاده مع الزمالك ما تلعبش، راح نزل في مكانه الطبيعي او النقاط الطبيعيه، رجع تاني لنقاطه الطبيعيه وبقى في المركز الثاني، والنادي الاهلي بقى في المركز الاول. مباراه سموحه مباراه مهمه عشان تفضل محافظ على الصداره، وزي ما قلت لحضراتكم كل ده ترتيبي من غير اليد، اليد بتطلع بنقاطك.
في السله رجال وسيدات لا، انت بتترتب والاول بيلعب الثامن والثاني بيلعب مش عارف ايه وكذا، الثاني السابع زي ما حفظنا بقى خلاص، ثالث سادس رابع خامس بيلعبوا مع بعض. في السيدات بيست اوف 3 وليس بيست اوف 5 زي الرجال. فطبعا اكيد خلاص الموسم في نهايته بالنسبه لكره السله بشكل كبير، فاضل السوبر رجال وسيدات وكاس مصر رجال وسيدات على شهر 5. اتصور الدنيا كلها هتبقى شكرا الموسم خلص، ويستعد بقى منتخب السيدات لبطوله الافرو باسكت بول، وهيستعد الرجال لكاس العالم ان شاء الله اللي هيتلعب في شرق اسيا باذن الرحمن. هنروح لمباراه السبت ايضا، زي ما قلت لحضراتكم جمعه وسبت كل الماتشات في اليومين دول في الاسبوع ده. السبت الاهلي طبعا الكره الطائره رجال هيواجه سموحه ايضا في اول مباراه في سلسله البيست اوف 3 في دور الثمانيه في نهائيات دوري رجال الطائره. يوم السبت رجال الفريق الاول لكره الطائره رجال بنادي الاهلي بقياده المدير الفني الكابتن محمد مصالح ميدو هيلعب مع نادي سموحه واللي بيدربه كابتن طارق الزفتاوي في اول ماتش من ماتشات البلاي اوف في الدوري الممتاز. الماتش هتلعب يوم السبت اللي جاي الساعه 9 بالليل على صاله الدكتور حسن مصطفى، هم غير الباسكت بيلعبوا الارض محايده. الساعه طبعا 9 بالليل زي ما قلت لحضراتكم. وتاني ماتش هيكون على نفس الصاله وفي نفس التوقيت يوم الاحد اللي وراه على طول. وفي حاله فوزنا بالماتشين خلاص كده هنصعد لدور قبل النهائي، اما لا قدر الله خسرنا ماتش هنروح على ماتش فيصل هيبقى يوم الثلاث، يعني ناخد راحه الاثنين ونلعب يوم الثلاث ان شاء الله. نتمنى يتم حسم المباراتين الاوائل وخلاص نريح نفسنا ويوم اثنين وثلاث يبقوا راحه بالنسبه لنا، وننتظر طبعا المتاهل من الناحيه الثانيه. فرقتنا كانت صعدت طبعا للدور ده قبل النهائي ده بعد ما فوزنا على الطيران. فوزنا على الطيران برضو 2-0 في البلاي اوف في ثلاث ماتشات، وده دور قبل النهائي ان شاء الله مع سموحه باذن الله، لغايه ما ننتظر غالبا الفاينل هيبقى اهلي وزمالك برضو كالعاده زي ما تعودنا في السنوات الماضيه. ولكن الحمد لله حتى الان النادي الاهلي لاقى نادي الزمالك في الكره الطائره رجال خمس مرات، فزنا بيهم الخمسه منهم واحده على بطوله، منهم واحده او مباراه منهم مباراه واحده من الخمسه كان على كاس السوبر المصري النسخه الاولى، وكان فوز. الاربع مباريات الثانيه كان كلها ترتيبيه، وداخلين اهو على ثلاث مباريات ان شاء الله ما يبقوش ثلاثة يا رب يبقوا اثنين بس في النهائي اكيد على صالات محايده، مش هتكون على صاله النادي الاهلي. السله بيلعبوا، وعلى فكره بالمناسبه صاله الاهلي سوري الاتحاد السله بيديك الدور الثمانيه على ملعبك وملعب الخصم من اول دور الاربعه ودور قبل النهائي في صالات محايده. في صالات محايده ياخدك على طول في حسن مصطفى، ياخدك في 6 اكتوبر، ممكن تلعب في برج العرب. قبل النهائي بيبقى في طرفي او مباراتين قبل النهائي، واحده بتبقى برج العرب واحده بتبقى في حسن مصطفى، او واحده في 6 اكتوبر الشباب والرياض. الفاينل بيبقى في حسن مصطفى. فيعني ده من حكم يعني لجنه المسابقات واللي كانت بتتابعه السنوات الماضيه خاصه في السله. بالنسبه لليد المعشوقه الاول بالنسبه لهم في الصاله هي الدكتور حسن مجمع، الدكتور حسن مصطفى، هي دي معشوقه لجنه المسابقات في كره اليد. لانه الحقيقه المجمع اصلا مجمع كره يد، هو اتعمل في الاصل لكره اليد عشان يبقى باسم طبعا العظيم الدكتور حسن مصطفى. هنروح لاخر خبر معانا وهو هنا جوده. هنا جوده تتوج ببطوله انطاليا لناشئات تنس الطاوله تحت 17 سنه في السن الاكبر منها. هنا جوده لاعبه منتخبنا الوطني ونجمه النادي الاهلي لتنس الطاوله ومنتخب مصر حققت الميداليه الذهبيه في بطوله انطاليا الدوليه للناشئات تحت 19 سنه واللي بتتلعب في تركيا، تحت 19 من 17 تحت 19 في الفتره من 19 لحد 25 مارس اللي احنا فيه. هنا كانت فازت في قبل النهائي على بطله تايوان، وبعدين فازت في النهائي بطله امريكا بنتيجه 3-0. هنا بدات امبارح مشوارها في البطوله برضو بس تحت 19 سنه، بالتوفيق لبنت الاهلي واللي كلنا طبعا فخورين بيها انها صناعه اهلاويه 100%. لا انا عايز اوضح حاجه، هي فازت ببطوله 17 سنه، توج ببطوله 17 سنه وبتلعب 19، يعني هي في 19 بدات اول ماتش. هناك المراحل السنيه بتبقى ورا بعض عشان يدوا الفرصه اللي زي هنا جوده يلعبوا في اكتر من ايفنت او اكتر من مرحله عمريه. فهي لعبت 17 وفازت بيها، اول مباراه ليها كانت امبارح في تحت 19 سنه وفازت فيها وماشيه كويس بشكل كويس. هنا جوده بتتصدر التصنيف العالمي تحت 17 سنه، ودي حاجه يعني صعبه، يعني التصنيف العالمي تحت 15 كانت وبعد كده بقت 17، وده الاسبوع ال 11 على التوالي هي الاولى على مستوى العالم. انا بقول لكم معجزه بسم الله ما شاء الله تمشي على الارض هنا جوده في كل شيء، ويا رب تمشي بهذا المعدل عشان في الاخر نوصل انها تبقى على صداره التصنيف العالمي للسيدات على المستوى الكبير باذن الله. كده تكون خلاص خلصت اخبارنا، وده كان النصف الاول من حلقتنا. نطلع لفاصل عشان بعد الفاصل نستقبل ابطال الغطس في النادي الاهلي. اللي ما حضرش بدايه الحلقه، الغطس في النادي الاهلي نجح بعد 20 سنه انه يفوز بالدرع العام لبطولات الغطس
رجال وسيدات. هنستضيف على التوالي طبعا في من خلال فقرات متتالية كابتن محمد العسال المدرب العام للغطس في النادي الأهلي، وأيضا شهد أيمن وسامة خالد وهنا وليد وعمر معتز وعلي خالد لعيبة الغطس في النادي الأهلي، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا نبتدي حلقتنا اللهم صل على النبي، الكيوس يعني مالية الاستوديو. هنروح طبعا لأبطال الغطس. الغطس زي ما قلت لحضراتكم فازوا بالدرع العام لأول مرة بعد 20 سنة بعد جهد وتعب كبير جدا. ففي الاستوديو منورني اتنين لاعبات زي القمر الحقيقة من لاعبات الغطس. هنرحب في البداية بهنا وليد، أهلا بيك يا هنا. الحمد لله. ومبروك. الله يبارك حضرتك. وبنرحب بسامة خالد أيضا لاعبة النادي الأهلي للغطس، أهلا بيك يا سامة. أهلا بحضرتك. سامة قولي لي، أنت بتلعبي في الغطس على مستوى الكبار ولا صغيرين؟ لا كبار ناشئين. نعم كبار، يعني بتلعبي سن كام مثلا؟ يعني من سن من اكبر من 16 اقل من 18. ده السن اللي بتاعك بتلعبي فيه. طيب احنا عندنا رجال وسيدات برضو. بس انت لسه ما لعبتيش رجال وسيدات. لا العمومي. العمومي. لا لعبت البطوله اللي فاتت. لعبت البطوله اللي فاتت عمومي. ما شاء الله الله اكبر. طب قولي لي بداتي غطس ازاي سما؟ ليه الغطس؟ كنت بتلعبي سباحه الاول؟ كنت بلعب سباحه بس يعني حسيت اني مش نافعه فيها، فالكابتن بتاعي يعني قال لي عرفني على لعبه الغطس وكده، فروحت جربت فيها ولقيت نفسي كويسه ونافعه، والكابتن قال لي ان شاء الله ليك مستقبل حلو فيها. بس حلو ان انت لعبت سباحه ومش نافعه فيها يعني. يعني لا يعني يعني ما هو اصل هو الغطس دي انا اللي اعرفه كل لعيبه الغطس لازم يعدوا على السباحه الاول. طب انت كنت بتلعبي سباحه بقى في اي مدينه مصر ولا في الجزيره؟ لا في اهل الجزيره. اهل الجزيره طول عمرك اهل الجزيره. وبدات. طيب مين بقى اللي بدا معاكي يمرنك على الغطس اول مره في حياتك، اللي قال لك تعالي بقى، او مدرب او مدربه اللي بداوا يعلموك ازاي تبتدي الغطس وازاي تنطي من فوق وازاي، يعني مين اللي علمك؟ هو كابتن كان قديم يعني بس هو خلاص ساب النادي الاهلي. كان اسمه كابتن حسان. كابتن حسان ده اللي بدا معاكي وبدا يمرنك. وطب انت حبيت الغطس ليه؟ برغم انها لعبه برضو صعبه ان انت تنطي من مسافات عاليه. هو بصراحه كابتن حسان حببني فيها من اول ما شفتها، يعني كان على طول بيديني هدايا بعد التمرين وبيخليني اطلع عادي في نص التمرين اشرب عصير والكلام ده عادي. هو حببني فيها بصراحه. طيب يعني احنا لو قلنا الغطس في رهبه في خوف لما تخش على القفز قبل ما تبتدي تقفز من في الغطس، بيبقى في قلق، تبقى حاسس ان انت عالي، ما حسيتش بالخوف ده؟ هو طبعا حسيت بيه يعني بس وانا صغيره صراحه ما كنتش بيهمني حاجه، فكنت بطلع وبرمي نفسي وخلاص. وانت صغيره؟ طب وانت كبيره بقى بيهمك حد؟ يعني الحركات طبعا صعبت يعني وبقت حاجات اصعب. بتضحك؟ بصي انا بتضحك يعني. بقت حاجات اصعب بس برضه لازم نجرب كل حاجه يعني. طيب اصعب ماتشات لعبتيها السنه دي امتى؟ يعني لعبتي ماتشات امتى؟ احسن نتائج عملتيها في ماتشات امتى السنه دي؟ السنه دي هو السنه دي كانت اول بطوله اللي هي البطوله اللي فاتت دي على طول. اللي هي كانت فين؟ على حمام سباحه ايه؟ كانت في نادي الجزيره ونادي هليوبلس. تمام، دي كان اصعب حاجه السنه دي لعبتيها. طب فاكره انت خدتي ميداليات ايه او كوس ايه في البطولات؟ اخدت في المجموع العام يعني 3 ذهب و2 فضه. ما شاء الله. طب قولي لي كده 3 ذهب خدتيهم في انهي بطولات؟ فاكره منهم يعني البطوله اللي فاتت دي المجموع 5، لكن عامه لو عندي كل الميداليات اللي عندي في البيت كتير 30 تقريبا. 30 ميداليه ما شاء الله كلهم في 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 يعني في البطولات في 3-4 سنين اللي فاتوا. بدات غطس سن قد ايه؟ يعني سبت سباحه وبدات غطس قد ايه؟ 4 سنين ونص. يعني انت خدت ال 30 ميداليه دول ما شاء الله على مثلا نقول 10 سنين مثلا؟ ما شاء الله. يعني انت كل سنه كنت بتاخدي ميداليه؟ لا ما هو انا بدات بطولات وانا 8 سنين مثلا. 5 سنين. 8 سنين. 8 سنين. 5 بدات تلعبي، انما 8 سنين 4 بدات تتمرني، 8 بدات تخش بطولات. برافو عليك، برافو عليك يا سما. انت في سنه كام يا سما؟ في اولى سنه. برافو عليك. طيب هنا اجي لك بقى، انت بداتي غطس ازاي؟ مين اللي وجهك غطس؟ انا كنت برضو بلعب سباحه بس مع الوقت يعني حسيت ان انا بدات ازهق، لان هي يعني ما فيهاش حاجات جديده كتير يعني. فالكابتن قال لي ان هتكوني كويسه في الدايفنج وبتاع وكده، فدخلت. اصلا في الاول ما كنتش كويسه في الدايفنج يعني كمان. كنت اخرج منه اساسا. طب بس بعد كده قلت بقى اكمل واحاول احسن من نفسي وكملت. طيب قلبتي عملت الشيفتنج من السباحه للغطس في سن قد ايه؟ انا دخلت وانا عندي 7 سنين. كبيره يعتبر 7 سنين. يعني السن يعني المظبوط. هي داخله بس بدري شويه. سما داخله 4 سنين صغيره قوي صح؟ هو بدري. انت من بدري بدري قصرت في السباحه من بدري بدري. وانا لقيت نفسي بغرق في السباحه كل ما انزل. لا بس جميل يعني انا خلاص انا بدري بدري من 4 سنين، بس انت حاولت عفرت شويه في السباحه. ما حبيتهاش، حسيت ان هي ما فيهاش. انا دخلت بطولات وخدت ميداليات وكده بس يعني حسيت بملل بقى في الاخر. رحت على الغطس. فاكره مين اللي قلبك من السباحه للغطس؟ هو كابتن سباحه. مين طيب فاكره؟ كابتن احمد عز. لسه موجود تقريبا؟ ما اعرفش.
يعني مش فاكره مش فاكره. طب رحتي الغطس بقى، مين بقى اول مدرب غطس مرنك او اول مدربه بقى وقال لك تعالي وعلمك ازاي تنطي من على كابتن احمد بحيري. كابتن احمد بحيري بتشوفيه لغايه دلوقتي ولا خلاص بقى ما ساب النادي؟ طب انت حببك في الغطس ساعتها؟ لا برضو كنت شويه في الاول ما كنت يعني طب برضو. ايه سبب ان انت الغطس لما بداتي عشان بتنطي من يعني انت بتنطي في العادي من كم متر؟ بداتي كم متر؟ بدات الطبيعي متر عادي وبعد كده قليت الغطس كده بقى. قليت الغطس كام دلوقتي؟ بطلع 10 متر لحد دلوقتي يعني اخر حاجه 10 متر. يعني تخيلوا يا جماعه قفزه الثقه اللي بينطوها طبعا الطلبه في الكليات يعني اللي بيقدموا فيها وكده، ويعني ما شاء الله بيتمرنوا عليها كل يوم كل يوم بتنطوا من 10 متر. طيب يعني دخلتي لعبت ماتشات من سن 8 سنين برضو زي سبع؟ اول بطوله كانت 7 سنين عملت فيها ايه؟ لا جبت خامس بس. حلو. طب خامس ده ايه؟ ده خامس ده زي الفل. لا يعني كانتش خدت ميداليه بس ما كانتش احسن حاجه يعني. لا وان شاء الله الاحسن جاي باذن الله. وما ينفعش طبعا نكون بنتكلم عن الغطس ونتكلم عن الانجاز الكبير اللي حصل والحصول على الدرع العام لبطولات الغطس بعد 20 سنه، اكيد ده ما جاش الا بشغل وجهد وعرق، وما ينفعش نتكلم عن هذا الانجاز ما يكونش معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. اهلا اهلا يا باشمهندس، فاتح حضرتك ودايما ابدا مع حضرتك في افتكارات كده دايما يا كابتن، وبنفرح الناس وبنفرح جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بالنتائج المبهره. انا بقول كده والله بقولها لك من القلب. طبعا طبعا يا كابتن وائل. كابتن كلمني عن الانجاز الكبير ده، يمكن غاب الغطس عنا كتير، كنا بنحقق نتائج كويسه السنوات الماضيه، ولكن عشان تدخل الدرع العام ده اكيد منافسه قويه مع انديه عتيده في اللعبه دي. كلمنا عن الانجاز ده، يعني الانجاز الكبير ده جه ازاي يا كابتن وائل؟ اولا انا بشكر الناس كلها من اصغر لعيب واداري وعامل على الحمام لغايه مدير الجهاز كابتن عمرو كابتن طارق المدير الفني. الناس دي عملت مجهود خرافي. ليه بقى؟ لان احنا كنا على طول بننافس الجزيره وهليوبتس، هم ابطال اللعبه دي منذ زمن، واحنا كنا ان احنا السنوات السابقه بقى نخش ناخد منهم مرحله ناخد منهم بطوله، بس المره دي بقى احنا عملنا انجاز ما اتعملش قبل كده. يعني انت عارف حضرتك خدنا كاس الناشئات وكاس الناشئين والناشئات مع بعض، كاس العموم رجال، كاس عموم السيدات، وكاس الدرع العام. انا بقول لحضرتك انجاز لم يسبق منذ 25 سنة. فأنا فخور بالناس اللي عندي، فخور بالولاد اللي قدام حضرتك، فخور بالمدربين، فخور بأولياء الأمور اللي بيتعبوا. خد بال حضرتك لولا أولياء الأمور إن هم حريصين على وجود ولادهم معانا ما كناش عملنا النتيجة دي. فأنا بشكر كل الناس اللي موجودة في المنظومة، وإن شاء الله احنا تعرف حضرتك طبعا انت حضرتك متابعني من زمان طبعا، احنا ما بنقفش عن الكلام ده صح. احنا هنستمر ونحافظ، اصعب حاجه الحفاظ على النجاح، وان شاء الله نحافظ على النجاح. طب كابتن وائل، يمكن النجاح هنا يعني انا شايف حاجه من بين السطور، يعني طبعا ده انجاز كبير وما شاء الله احنا يعني الترابيزه في الاستوديو مليانه كؤوس، ولكن الميزه ان اعمار السنيه للولاد صغيره، يعني انا شايف اعمار السنيه صغيره جدا. أنا وليد، أنا مش عارف مع حضرتك مين دلوقتي اللي أنا وليد وسامة خالد، أنا وليد وسامة خالد اللي معايا. حضرتك 15 سنة يعني يعني حضرتك تكسب بطولة عمومي وهي 15 سنة. ما أنا بقول لحضرتك. تخيل حضرتك الفرق الزمني، فرق الخبرة، والبنات دول بيعملوا الإنجاز ده. أنت حضرتك راجل رياضي وكنت بطل. طبعًا. فاهم حضرتك لما صعبة. يكون صغير في لعبة فردية ومرة واحدة ينافس الناس الكبار اللي عندهم خبرة صعبة. ويكسب. صعبة يعني صعبة يعني إعجاز كبير. احنا فخورين بالولاد اللي معاك دي والله. طب يعني. طب كابتن قول لي، يمكن احنا كده الموسم خلص في الغطس ولا ممكن يبقى عندنا بطولات تانية في الفتره الجايه؟ لان هو الحقيقه الموسم خلص في الغطس. احنا السنه دي عملنا يعني خدنا كاس الناشئين والناشئات. انا بقول لحضرتك احنا الغطس موسم طويل. نعم. انت عارف ان هي لعبه كمان يعني الولاد بيقفوا في البرد وفي الحر. صحيح صحيح. وبيتعبوا ولاد صغيرين. فانا وخد بال حضرتك الفتره اللي فاتت كانت برد جدا. صحيح. ويقف ويتمرن، فانا يعني على المستوى الشخصي انا بشكرهم جدا جدا جدا. طب كابتن حضرتك كابتن وائل، يعني انا عايز اعرف برضو احنا اكيد لسه في منافسات شغاله، لسه عندنا فرق بتتمرن، طب ايه ابرز المنافسات القويه اللي جايه الفتره الجايه عشان نتابع حضراتكم؟ طب انت حضرتك عارف العاب الماء هي خمس العاب، احنا لسه اول امبارح بالمناسبه انا احب يعني افرح حضرتك، خدنا كاس، خدنا بطوله الجمهوريه، بطوله كاس مصر اللي كانت مقامه في سموحه في اسكندريه. ما شاء الله. خدنا بطوله السباحه الحمد لله. ما شاء الله اكبر. بتكلمني دلوقتي احنا عندنا مرحله 2008 في كره الميه النهائي
احنا وهليوبلس، عارف حضرتك دايما ابدا احنا وهليوبلس، احنا وهليوبلس صحيح صحيح. نادي الشمس عندنا ان شاء الله بطوله الدوري بدات بتاع كره الميه، هنبدا ان شاء الله بدانا البطوله وان شاء الله ماشي بينا نخلصها على اخر خمسه ان شاء الله ما شاء الله. عندنا في لسه عندنا جزء في بطوله كاس مصر للسباحه اللي هي المراحل الصغيره، هتبدا ان شاء الله بمشيئه الله بعد العيد الصغير. فاحنا عندنا على طول بطولات، عندنا بنستعد عشان عندنا بطوله دوليه ان شاء الله بنحاول نعملها، فعندنا زي ما بيقولوا كده الموسم عمران بالبطولات ان شاء الله. ما شاء الله كابتن، طبعا انا بتمنى لك كل التوفيق يا كابتن، ودايما كان يعني قطاع السباحه او فرع السباحه الحقيقه يعني صعب حد يعني يقدر ينافسه في حجم اللاعبين وحجم المنافسات وحجم الانجازات يا كابتن وائل. والله الف مليون مبروك وبشكرك يا كابتن، نورتني وشرفتني واتمنى لك كل التوفيق طبعا يا كابتن وائل. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، ده كان مداخلته معانا. الحقيقه زي ما انتم شايفين السباحه احنا لو قعدنا نعمل كل اسبوع حلقه واثنين عن السباحه مش هنغطي حجم الانجازات اللي بيحصل فيها وحجم اللعيبه. احنا عندنا ثلاث فروع، كل فرع فيه منافسات سباحه وتدريبات سباحه، فالحقيقه ان السباحه في النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، وكابتن وائل عزت قامه كبيره في السباحه في مصر. خلينا نرجع طبعا لابطالنا اللي في الملعب. هنا يمكن سمعتي كابتن وائل قال عليك ايه، يعني صغيره ولعبتي عمومي وكسبتي، ما كنتش خايفه؟ لا، هو انا كنت يعني مش خوف بس يعني توتر سنه، يعني ان انا بلعب مع ناس اكبر مني هم في جامعه وانا لسه في ثانيه اعدادي. صحيح انت في ثانيه اعدادي هم في جامعه، طيب قضيت على التوتر ده ازاي؟ لا يعني كنت بحاول اركز في البطوله بقى وماليش دعوه باي درجات حد، بقى بطلع وبسيبها لربنا. طيب ايه اكتر حاجه او اكتر حركه انت بتتميزي بيها؟ اكتر جمله مثلا بتحبي تعمليها في الغطس، يعني ايه الجمله اللي دايما تحس ان هي دي بتعمليها زي كده بسهوله جدا؟ بيبقى الجمل عندكم ليها اسامي صح؟ اه ايوه ليها اسامي. في جمله مثلا يعني انت انورد الايه؟ كتوي الانورد. اه دي اكتر جمله انت بتحبيها؟ هي اكتر نقطة بستمتع متمكنة فيها. اه يعني الحمد لله من كل بورد بدخلها عادي يعني. طب قولي لي نفسك في ايه بقى؟ يعني دلوقتي ما شاء الله وصلت اهو خدتي ميداليات على المستوى العمومي وانت لسه صغيره، نفسك في ايه؟ نفسي اجيب ميداليه في الاولمبيكس ان شاء الله. طب ان شاء الله. عندك مها عبد السلام هي لعبت الاولمبياد ان شاء الله، لعبت ريو دي جانيرو، لعبت تقريبا طوكيو اللي فاتت، يعني تقدري تروحي ان شاء الله؟ فكرتي تدرسي بره بتاع زي ماهي كده؟ مها عبد السلام بنت النادي الاهلي. مش عارفه يعني، مش حاسه ان لسه عارفه افكر، يعني مش عارفه ان لسه اقدر اخد الخطوه دي دلوقتي. لسه صغيره يعني. لسه بدري يعني ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله، وهتفكري وتاخدي وقتك وهتكرري كل حاجه. سامع انا اجي لك برضه، يمكن يعني البابا وماما حد كان بيلعب سباحه؟ لا خالص. مش بيلعبوا رياضه؟ طب ليه دخل؟ طبعا انتوا اعضاء في النادي فدخلوك سباحه صح؟ طيب لما قلبت سباحه مين اللي شجعك اكتر ان انت تقلبي في الغطس، بابا ولا ماما ولا عادي؟ مامتي بصراحه. مامتك شجعت الجامد، لان هي برضه هي صغيره يعني كان نفسها تلعب رياضه وكده. فهي استغلت الفرصه ان هي لقيتني حابه حاجه زي كده فدخلتني وكانت تشجعني. نعم. ليكي اخوات؟ ليكي ليا اخت كبيره في ثالثه سنه. ثالثه سنه اكبر منك بسنتين. طيب بتلعب سباحه؟ كانت بتلعب سباحه بس هي بطلت من سنه كده. بطلت. بس انت ما شاء الله مكمله وبقيتي بطله ان شاء الله. بس. طيب و اكتر حاجه بتقولها لك مامتك قبل ما تطلعي على الماتش او تروحي ماتش بتقول لك ايه؟ بتقول لي ولا يهمك يعني، حاولي تعملي اللي عليكي وتنطي كويس وسيبي الباقي على ربنا، وانت تعبتي واشتغلتي كويس وكلنا تعبنا وان شاء الله تعبنا هيجيب فايده. طب لو لا قدر الله يعني ما جبتيش ميداليه، ما عملتيش انتاج يعني نتيجه كويسه، بتقول لك ايه؟ بتقول لي مش مشكله يعني، الرياضه فيها يعني نكسب وخسر، نجاح وخسور يعني، خساره يعني عادي. ممكن تنجحي وممكن ما تنجحيش، بس ما بتقول لك ما يهمكيش. طب بابا اخباره ايه؟ لا يعني هو بصراحه لا يعني لما بيعرف عشان الشغل عشان شغله مش كده؟ بس بيبقى مبسوط قوي لما تكسبي صح؟ اه يعني بصراحه الايام اللي هو بيجي فيها بعمل فيها كويس بالحظ كده. طبعا بنت حبيب باباها بقى مين قده؟ فطبعا انت اول ما بتشوفي بابا بتتحمسي جدا وبتاع. طيب انت زي ما انا سالت برضه هنا، انت نفسك في ايه؟ عايزه تعملي ايه اللي جاي؟ يعني عايزه اخد سكولرشيب مثلا واطلع بره واعيش بره واخد الاكسبيرينس بتاعت بره يعني. عايزك تبقي زي مها بسلام كده؟ ان شاء الله باذن الله. يعني انت شايفه ان وشايفه ان انت تقدري تعملي حاجه؟ يعني لو طلعتي بره والله يعني انا بحاول اشتغل على ده على قد ما اقدر يعني، بحاول ازود من التمرين واقلل بقى شويه من الموبايلات والكلام ده واركز في التمرين اكتر. بس خلي بالك انت عشان تسافري وتروحي جامعه لازم تبقي كويسه دراسه ولا ما الدراسه تمام الحمد لله ما فيهاش منها مشكله. انت ماشيه في الدراسه كويس؟ تمام ما شاء الله. طب اسال برضو هنا نفس القصه، انت فين الدراسه واخبار ايه؟ لا تمام تمام الدنيا ماشيه كويس. حلوه. طيب لما جيتي قلبتي بقى من السباحه للغطس مين شجعك اكتر، بابا ولا ماما؟
لا هما الاثنين بس يعني ماما اكتر. يعني اكتر يعني اكتر شويه من بابا، بس بابا برضه كان في تشجيع يعني، بس هي ماما كانت بتدفعني اكتر يعني. وكانت بتيجي معاك التمرين وتقعد معاك؟ اه. طب مين بيتعب معاك اكتر، ماما ولا بابا؟ لا ماما. كله كده الحلقه كلها ماما عشان عيد الام يعني. ماشي ماشي الاب يعني. طيب لما قلبتي بقى وبدات تلعبي وتحققي نتائج وكده، كان مامتك بتقول لك قبل الماتشات نفس الكلام اللي قلته لسنه، كانت بتقول لك ايه قبل الماتشات؟ هي كانت بس يعني بتقول لي اهم حاجه بس ركزي ان انت تعملي نطه حلو، ولو نطه جلت ولا حاجه ما تركزيش فيها، ركزي في اللي بعدين بس. ما كانتش بتزعل منك؟ عمر ماما زعلت منك خالص؟ لا يعني اكيد بتزعل سنه يعني بس. شفت بقى غيرنا الكلام على طول دلوقتي. بتزعل سنه صغيره. يعني ممكن لو ما عملتيش اللي عليكي بتاع. طب وليه يعني لو ما عملتش اللي عليا ساعتها تزعل يعني، لكن لو عارفه ان انا نطيت حلو وعملت اللي عليا خلاص بقى. طب قولي يعني بتقول ده حكمه ربنا خلاص. طيب بتتمرني امتى؟ الساعه كام كل يوم؟ الصبح بدري ولا متأخر؟ يعني لو مش ايام المدارس بتبقى مثلا التمرين الساعه 12 11 ونص الظهر. اه. طب لو مدارس؟ من بعد المدرسه بقى. مفيش تمرين 7 الصبح زي السباحه و6 الصبح وكده؟ لا لا لا. بس انت كنت في السباحه بتمرنوا كده صح؟ 6 الصبح و5 الصبح و8 الصبح؟ لا انا ما كنتش لسه وصلت للمرحله دي. دخلت بس يعني لسه ما وصلتش للمرحله دي. طب احمدوا ربنا ان انتوا ما وصلتوش للمرحله دي. الحمد لله. اه لان بيصحوا الساعه 7 ويعوموا 7 في عز الشتاء وفي عز. وهو كان طب هو كابتن وائل قال انتوا كنتوا بتروحوا في يعني بتطلعوا البرج في عز التلج. اه يعني هو بعد المدارس ده يعني احنا مثلا بنبدا تمرين 3 بنخلص 5 ونص مثلا، فا او يعني بنكون بنتمرن في وسط الوقت، فا اوريدي اصلا بيكون بالليل جه. ما بتضايقيش من السقعه من الميه؟ لا احنا بنتضايق اكيد يعني، بس احنا بس في البطوله يعني بتبقى في ايام ممكن نلعب في الشتاء بطوله. اه فاحنا ممكن نبدا بطوله اصلا الساعه 6. يا خبر ابيض على اللي ده موضوع صعب جدا. لا وكمان وانت بتنط فوق وكمان 10 متر فوق الجو وتيارات الهواء بتبقى شديده جدا جدا. طب الهواء ده مش بيضايقكم وانتوا بتنطوا يعني؟ ممكن ياثر عليكي في ادائك؟ هو يعني هو في ناس تقدر عادي ما بيهمهاش يعني، بس في ناس لو في شويه هواء وهو طالع كده ممكن يشاور للحكم يقول له ثانيه بس. فعلا انا اصلا اوريدي عملت كده في البطوله دي. ممكن تشاور له استنى عشان في شويه هواء. طب وانت نازل من فوق لتحت مش ممكن الهواء يضايقك وانت ولا عشان وزنك بيبقى نازل بيه فبتبقى سريع الهواء ما بيأثرش؟ صح. طيب اول انت فاكره اول قفزه قفزتوها؟ اول قفزه فاكرها اول مره تطلعي مثلا 10 متر تقفزي القفزه دي؟ انا عن نفسي فضلت اعمل كده في الهواء لحد في الاخر على وشي. حسيت ان روحك راحت صح؟ اول مره تطلعي. هي بتبقى رعب بس شويه بصراحه، بتبقى رعب بس شويه في الهواء. رعب شويه يعني مش شويه، رعب كتير. هي بالنسبه لاول مره بتبقى فيها خوف يعني لان بتكون اكسبيرينس جديده. عملت زي سما كده نزلت قعدت تقولي كده قبل كده هي نزلنا كده حد ما ننزل خلاص بقى. وهي بتبقى كده مفروض اول نطه تنط مش مطلوب منك حاجه، هو المفروض تبقى شادد جسمك يعني بس هي بيكون بس اول نطه غصب عننا عشان الخوف. هي اول نطه بيخليك تاخد الرهبه بتاعتها يعني، وبعد كده بقى عادي. بعد كده بقى مع الوقت بتتعود. يعني انت مثلا في التمرين ممكن تقفزوا كام قفزه مثلا؟ يعني انتوا بتعملوا تنزلوا تطلعوا تنزلوا تطلعوا صح؟ طب مثلا 200 مره مثلا 200 مره يا خبر ابيض. احنا مثلا عندنا مش بتبقى كلها يعني حركات صعبه. يعني احنا مثلا عندنا 8 حركات ممكن الحركه نعملها 3 مرات 4 مرات كل تمرينه كده. غير مثلا الاساسيات اللي هي البدايات قبل الحركات وكده يعني. طب انتوا بتتمرنوا جيم او حاجه مع الفيتنس؟ طبعا الفيتنس بتاع الناس عباره عن ايه بقى؟ تمارين بقى بتجروا يعني طبعا اللي هي الحاجات البدنيه وتمارين ظهر وبطن اكتاف. كم مره بتتمرنوا في الاسبوع؟ فيتنس ممكن 3 مرات 3 او 4 مرات في الاسبوع. انتوا بتتمرنوا مع بعض؟ بتتمرنوا مع بعض في نفس الفرقه؟ ما احنا عشان احنا يعني نفس الناشئين بيتمرنوا مع بعض عشان بيبقوا مواعيدهم نفس المواعيد. تمام. بس انت سما وهنا بتتمرنوا مع بعض؟ مع نفس الكابتن. في اهل الجزيره؟ لا احنا دلوقتي بنتمرن في فيتنس. يعني بتبقى هو اصلا يعني الكابتن بتاعنا يعني تعبان شويه كده، فهو ساعات بياخدنا اهل الجزيره عشان ده اقرب له. بس في العادي انتوا بتمرنوا في مدينه نصر؟ انا اصلا بدات في مدينه نصر ما حضرتش لسه. لا ما كنتش حضرتها. طب والفتره اللي فاتت بتمرني في مدينه نصر برضو يعني؟ انت اغلب وقتك في مدينه نصر؟ اغلب انا يعني حياتي كلها تقريبا في مدينه نصر يعني. بس انك مجمع سباحه حلو قوي بصراحه. حلو حلو يعني يعني اكبر يمكن بالجزيره كمان لانه ده احدث واكبر. واكبر. طيب مين اكتر لعيبه بينافسوكوا بره النادي؟ بره النادي اول اسامي؟ قول طبعا تيم زكرة. هو يعني في واحده في نادي الجزيره يعني بتنافسني انا سنه وهي سنه عشان احنا في نفس المرحله. هي 2007 2009 و2008
هي سنة وسنة. هي بتنافسني أنا طيب سنة. طيب فاكرين اسمها إيه؟ ملك. 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 دي إيه أكتر منافسة ليك؟ هي يعني من أصعب المنافسات. ما شاء الله ما شاء الله. قوية. طب أنتوا كسبتوها في الآخر ولا هي اللي كسبتكم؟ أنا لعبت معاها بطولتين وكسبتني مرة وأنا كسبتها مرة. وأنا نفس الكلام كسبتني مرة وأنا كسبتها مرة. طب مين تاني بينافسكم غير الملك؟ أنتوا إيه يعني أنتوا الاثنين وفي ملك كمان في حد رابع؟ في ناس بقى في سني في نوادي تانية هايا وهنا ياسر بس بقى. عشان انا ما مش سنها هي اكبر مني بسنتين فما بلعبش معاها. الناس ال 2008 هي بس اللي مشتركه ما بيننا بس يعني هي 2008 بيطلعوا معاها سنه وانا معايا سنه بس لكن احنا ما بنلعبش مع بعض خالص يعني انا بلعب 2006 و2008 هي بتلعب 2008 و2010. طب بيلعبوا فين؟ الملك بتلعب في الجزيره الباقي بيلعبوا فين؟ ما بين بقى هليوبلس والزمالك يعني هليوبلس عندهم فريق غطس سبورتنج وكده صح؟ بس بصراحه البلد احسن بامانه احنا احسن. طيب طبعا احنا واخدين الدرع ده كل البطولات ما شاء الله كابتن وائل عزت قايل كل الاعمار السنيه انتم محتكرينها يعني بكل شيء. طيب هليوبلس الجزيره سبورتنج الزمالك مين تاني؟ والظهور. الظهور عندهم برده فرقه كويسه بس يعني ماشي بس بيخشوا بس بيخشوا عندهم فريق يعني مين تاني؟ سموحه كويسين. سموحه اولاد بس بيدخلوا ولاد مش سننا يعني بيبقى عشان ما عندهمش ناس كبيره فناس. طب وادي دجله؟ لا ما فيش وادي دجله ما عندهمش. طب انتوا كل مره بتنافسوا نفس اللعيبه ولا في فاينل وفي سيمي فاينل وفي يعني هو سنه ناس اكبر مننا وسنه ناس اصغر مننا. الفاينل والسيمي فاينل بقى بطولات بره بقى العالم وكده بس لكن احنا عندنا يعني هم ثلاث بوردات غير طبعا السينكرو كده يعني ثلاث بوردات الاساسيين. ايه هم ثلاث بوردات الاساسيين؟ اللي هو المتر والثلاثه والثابت. المتر والثلاثه والثابت اي بقى ثابت بتنطوا الثلاثه؟ احنا الحمد لله. هي البطوله يعني عباره عن الثلاث بوردات. عن الثلاث بوردات دول يعني انت بتخش على ثلاث بوردات يعني كل يوم بورد واحد بس هي مش اجبار يعني. هو ليه مش اجبار؟ مش اجبار ان انت تدخل على الثلاث بوردات. هو ممكن البورد اللي انت جاهز فيه تدخل فيه. طب بس انت مثلا لا ما انت ممكن تدخل بورد واحد وتجيب فيه ميداليه وخلاص. ممكن بقى تدخل الثلاث بوردات لو جبت فيه ميداليات كويسه ممكن تاخد الكاس كده يعني. طب انتوا دخلتوا ثلاث بوردات؟ الحمد لله. عملت ايه في الثلاث بوردات؟ في بطولتي جبت اول وثاني وثاني. في بطوله عمومي جبت تاني واول واول والكاس. ما شاء الله الله اكبر بصراحه. طب انت عملت ايه؟ انا جبت في بطولتي اول وتاني وفي بطوله العمومي تاني عشان نزلت بورد واحد تاني. يعني انت لعبتي على ثلاث بوردات صح؟ وفي سنك بقى عملتي ايه في ثلاث بوردات؟ عملتي ايه؟ اول وتاني واول يوم كان رابع. اول وتاني اول وايه؟ اول وتاني ورابع. طب ما حلو جدا برافو عليك يعني برضه الله اكبر. يعني انتوا كلكم بقى انتوا بقى بيعمل ايه عشان ياخد كل كاس؟ بيجمع ميدالياتك وميداليات سما ونقعد نجمع كل ميداليات. يعني مثلا لو الميداليه الذهب مثلا ب 10 درجات وميداليه الفضه مثلا 5 درجات كده. طيب يعني انتوا بتتفرجوا على الغطس العالمي بتشوفوا ماتشاته ولا بالصدفه كده لما يجي ولا بتقعدوا بخصوص تعملوا سيرش وتشوفوا؟ لا لما يبقى في بطوله عالم كده بنفتح ونشوفها معروفه يعني بندخل ونشوف. عارفين اللعيبه في العالم على مستوى العالم متابعينهم ولا مش مهتمين؟ يعني عامه يعني ما بحفظش اسامي بصراحه. ممكن يعني الشكل يكون معروف بس اسامي مش قوي يعني. طيب خلينا نقول نسال كل واحده فيكم ولسه في اول عمرها يعني نفسها في ايه؟ نفسها على المستوى الاكاديمي ايه؟ انها تدرس ايه وتعمل ايه؟ ونفسها على مستوى الغطس تعمل ايه؟ خلينا نبتدي معاك يا سما. على مستوى التعليم والدراسه انت عايزه تبقي ايه؟ هندسه كمبيوتر ساينس ان شاء الله. ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ بحب الماث. طيب نفسك تخش هندسه وكمبيوتر ساينس. طب لو قلنا على مستوى الـ 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 الغطس انت قلت لي عايزه اسافر بره واروح جامعه مش هتبقي قلقانه انت مسافره وكده ولا حاجه ولا؟ هو طبعا قلقانه بالذات ان انا ما بحبش اقعد لوحدي في شقه بصراحه. بس يعني هحاول احاول يعني نفسي ان شاء الله باذن الله كل اللي انت عايزاه ان شاء الله. ان شاء الله. طب هنا على مستوى الدراسه وكده نفسك تدرسي ايه؟ هندسه برضه. انا بحب الماث قوي. بحب الماث. ما شاء الله ده انتوا عباقره بقى الاثنين بيحبوا الماث شكلكم. طيب وبقى على مستوى الغطس نفسي برضه اخد سكولر شيب بقى وكده يعني بره. ان شاء الله تحققوا اللي انتوا عايزينه. ربنا يكرمكم يا رب. انتوا ما شاء الله حاجه جميله. هنا بشكرك نورتيني وشرفتيني. وشدي حالك في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. سما نورتيني وشرفتيني وعايزين ميداليات كتير ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونكمل معاكم. طبعا اللعيبه زي ما انتم شايفين صغار السن ليهم مستقبل كبير. كابتن وائل عزت قال لك ان احنا عاملين انجاز ده حقيقي بالسن الصغير ده. لما يبقى لاعبات في اولى وثانيه اعدادي وبينافسوا العمومي وياخدوا ميداليات وياخدوا الكاس العام يبقى اكيد هم لعيبه يعني من عيار مختلف. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نستكمل ضيوفنا عن الغطس ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين طبعا حلقتنا مع ابطال الغطس. برحب في البدايه بعلي خالد لاعب النادي الاهلي الغطس. اهلا بيك يا علوه. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. شكرا. ومعانا ايضا عمر معتز لاعب النادي الاهلي الغطس وطبعا من احد الابطال اللي حققوا هذا الانجاز. اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك. علوه اجي لك يمكن
يعني كلمني عن البطوله وكلمني عن كم ميداليه انت قدرت تاخدها في مجمل الموسم. البطوله اللي فاتت دي كانت بطوله كاس مصر، حققت 3 ذهب ما شاء الله، متر، 1 متر متحرك ناشئين و1 متر متحرك عمومي و10 متر زوجي رجال. ما شاء الله، انت بتتكلم على من متر ل 10 متر واخد ذهب ذهب ذهب، الله اكبر. طيب وكمان انت مواليد علي 2005، يعني عندك 18 سنه تقريبا او ما كملتهمش، 17 سنه يمكن، وبتلعب عمومي وما شاء الله ذهب يعني. طب انت اكتر برضه بتحب تلعب على ايه؟ 3 متر. 3 متر مش المتر ولا ال 10؟ لا بتحب تلعب عليه. طب قول لي انت من بدايتك غطس ولا سباحه شويه الاول؟ كله في الاول عاده بيلعب سباحه، انا بدات سباحه الاول 3 4 سنين وبعدها دخلت في دايفنج. طيب سباحه وغيرت دايفنج ليه؟ السباحه بالنسبه لي كانت ممله شويه، ما فيهاش صعوبيه زي الدايفنج بالظبط، زي الغطس ما فيهاش اكشن بالظبط. طب مين اللي خلاك تغير؟ محدش، انا كنت قاعد وبتفرج وعجبتني الرياضه وجربت وواحده واحده كملت وسبت يعني السباحه. انت رحت لبابا ماما قلت لهم ايه؟ كان عندك كام سنه الاول؟ كان عندي 7 سنين. رحت قلت لبابا ماما قلت لهم انا عايز، رحت قلت لمامتي ان انا عايز اجرب الرياضه دي، عايز اجرب انط من على البورد وكده، وطلعت ونطيت وحبيت الرياضه وكملت فيها الحمد لله. بس انت كنت بتلعب الاول في مدينه نصر الاول ولا الجزيره؟ انا في الاول كنت بلعب في نادي هليوبلس. كويس، يعني انت بدايتك هليوبلس. جيت النادي الاهلي امتى؟ بقالي سنه ونص في الاهلي. سنه ونص، يعني انت بدايتك كانت هليوبلس. طيب وكنت بتتمرن في هليوبلس الشروق ولا هليوبلس مصر الجديده؟ مصر الجديده ثابت كده. وبعد كده جيت النادي الاهلي بقى تتمرن بقى فين؟ في الجزيره ولا مدينه نصر؟ الاثنين برضه. الاثنين برضه بتروح كده على حسب التمرينه. طب ايه يعني ليه الغطس؟ ليه الغطس انت شايف الغطس لعبه يعني حبيبها او يعني مش عايز تسيبها؟ وليه الغطس؟ ليه تقول للناس ليه تلعبوا غطس؟ فيها خوف وفيها تشالنج للناس، ولعبه شكلها حلو وفيها صعوبه، وكل اللي بيلعبوها ما شاء الله جسمهم كويس، فدي حاجه عجبتني. طب عمر انت يعني يمكن علي بيقول فيها خوف، خوف من ايه؟ خوف ان انت كل مره بتطلع بتجرب حركه جديده بتبقى خايف مثلا تتوه، بتبقى مش عارف انت هتفتح فين، هي دي بس خوف فيها، دي مشكله. طيب انت بدات برضه سباحه؟ كنت بتلعب في الاهلي ولا في حته ثانيه؟ لا في النادي الاهلي من الاول. طب ايه اللي خلاك تغير غطس؟ عجبتني اللعبه وشفت شكلهم حلو وهم بينطوا، فكنت عايز اجرب اللي ان هم بيعملوه ده، فطلعت وجربت وعجبتني ففضلت مكمل فيها. ما خفتش لما طلعت برج عالي 10 متر؟ لا لا خالص انبسطت بجد. طب فاكر اول نطه؟ خفت فيها كده وقعدت تعمل كده زي البنات ولا؟ لا المعلقة طبعا قبل ال رميت نفسي وانبسطت. انبسطت جدا؟ جدا. وطلعت تاني ونطيت تاني يعني. طب انت عملت ايه؟ قول لي اخر بطوله كاس مصر. جبت 3 ذهب. 3 ذهب في 3 بورد؟ ناشئين ولا عمومي؟ لا جبت واحده ذهب في ناشئين على 10 متر، وواحده واثنين ذهب في ناشئين على 10 متر، في عمومي رجال على 10 متر. ما شاء الله الله اكبر. طيب احنا خلينا نروح لكابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس وصاحب احد صحاب هذا الانجاز الكبير. اهلا بك يا كابتن عمرو. كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس معانا، اهلا بك يا كابتن عمرو. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك، انجاز كبير الحقيقه، يمكن من اكتر من 20 سنه وان احنا ناخد كل الايفنتات اللي نخش فيها في الغطس ده، اكيد ما جاش من فراغ يا كابتن عمرو. والله الحمد لله يا كابتن هيثم، ده فضل ربنا اولا سبحانه وتعالى. خليني في الاول بس احب اني حضرتك وكل العاملين في قناه في شهر رمضان، وانك وحشني طبعا يا كابتن هيثم. طبعا حضرتك وحشني جدا يا كابتن عمرو والله. ربنا يخليك. وانا بس احب اوضح ان انا استلمت المسؤوليه موسم 21 22، ده الموسم الثاني ليا طبعا، بعد وفاه رمز من رموز العاب الماء بالنادي بصفه عامه وكره الميه بصفه خاصه كابتن طارق الصغير. طبعا الله يرحمه. ومن خلال القناه طبعا بدعو له بالرحمه والمغفره. امين يا رب. لاولاده وبالصحه، ويجعلهم خير خلف كده الخير السلف ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله. طب يا كابتن خلال يعني السنه دي ايه سبب التفوق؟ يعني برضو اكيد ما جاش من فراغ، لان هو درع عام، انت عارف لو بطوله اقول يعني واحده وهتعدي، انما التفوق الكبير ده جه منين؟ جه ايه سببه من وجهه نظرك يا كابتن؟ والله يا كابتن هيثم، المنظومه كلها بدايه من كابتن رؤوف عبد القادر طبعا في الاول، مدير النشاط الرياضي السابق كابتن خالد العوضي، كابتن وائل عزت، مجلس الاداره، انا بشكرهم جدا ان هم اولوني الثقه ديت. وانا والمنظومه بتاعت الغطس اذا كانت مدربين ولا لعيبه ولا اداريين،
زي ما كابتن وائل انا كنت متابعه وقال حتى عمال غرف الملابس حتى عمال حمام السباحه ليهم في الانجاز اللي حصل ده من خلال ان هم بيوفروا البيئه المناسبه اللي الاولاد والمدربين يقدروا يتمرنوا فيها، وهم كمان رجاله فوق الوصف، بيتمرنوا صبح وليل، بيتمرنوا في حر وبرد، بيتمرنوا على ساعات كبيره جدا بيصل لست سبع ساعات في اوقات كتير جدا، بيتغلبوا على كل الصعوبات اللي موجوده. حضرتك معاك اثنين جمال من ابطال اللعبه، عمر وعلي. علي ده صفقه جبناها من النيوبلس الحمد لله السنه اللي فاتت، ويعني قبل بلاء الحسن، الاثنين لعيبه منتخب، الاثنين سافروا مع مصر في كاس عالم ناشئين، الاثنين مقدرين حجم المسؤوليه الملقاه عليهم ان هم ناشئين وبيلعبوا درجه اولى في ظل غياب الانجاز ده حصل في ظل غياب زياد يسري ده بطل من ابطال مصر والنادي الاهلي وبيدرس في امريكا، ومع عبد السلام بطلتنا الاولمبيه طبعا، فان هم يعملوا الانجاز ده في ظل غياب عناصر مهمه ده حاجه تحسب لهم في الاول وتحسب للنادي الاهلي طبعا، والحمد لله على كل حاجه. طب كابتن الاعمار الصغيره اللي احنا شايفينها ما شاء الله دي يعني تبشر بالخير، تبشر ان احنا ان شاء الله سنتين ثلاثه دول نحتك يعني مش ما بحبش اقول نحتكر بس نبقى نحقق نفس الانجاز ده. والله خليني اقول لك كابتن هيثم ان احنا بينافسنا انديه عريقه في اللعبه طبعا، هليوبلس، الجزيره، كل نادي فيهم متفوق في مجال معين، يعني هليوبلس متفوق جدا في مجال الولاد، الجزيره متفوق في مجال البنات، الزمالك داخل بقوه جدا في الناشئين، سموحه، سبورتنج، فان احنا نحصل على الكاس العام لبطوله الجمهوريه والكاس العام لبطوله كاس مصر، فده بجميع المراحل وجميع والفتره الزمنيه ما بينهم اربع خمس اشهر، فده يحسب للولاد الاستمراريه في الاداء والاستمراريه في الروح والمثابره على تحقيق اللي هم وصلوا له ده الحمد لله. طب كابتن هل ممكن نلاقي اولادنا يعني بيشاركوا في بطوله دوليه الغطس، رايحين يلعبوا بطوله يعني اقليميه قاريه يشارك فيها النادي الاهلي، هل ده في حساباتكم؟ والله احنا كنا مقدمين فعلا بطوله دوليه يسافروا فيها ويحتكوا، ولكن حضرتك عارف طبعا سعر الدولار والتغيرات اللي حصلت في سوق المال بصفه عامه، فغيرت خططنا شويه. احنا من المنطلق ده عملنا للولاد حاجه جديده اسمها الدراي لاند. الدراي لاند دي ان هي يتمرنوا على الارض وكانهم في الميه، دي حاجه جديده في النادي الاهلي الحمد لله اتعملت، والحمد لله اتت ثمارها زي ما حضرتك شايف الحمد لله. ما شاء الله يا كابتن. طبعا عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس طبعا ببارك لك وبشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف. زي ما حضراتكم شايفين عمر ما في نجاح بيجي من فراغ، النجاح بيجي نتيجه جهد وعرق وتخطيط قبل الجهد والعرق، فطبعا مش صدفه ابدا انت تاخد كاس العام للغطس ويكون عندك اللعيبه بالسن الصغير ده نتيجه جهد ومجهود سنوات طويله. اجي لك يا عمر، يمكن يعني اكيد انت في السن ده، انت في سنه كام الاول؟ في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي، بتخطط ليه؟ يعني شايف انت اللاعب عايز توصل في ايه؟ وعايز توصل كمان في دراستك ليه؟ انا عايز اوصل في دراستي ان انا عايز اخش كليه الطب ان شاء الله، وفي الغطس انا حلمي ان انا عايز العب اولمبياد. اولمبياد، وشايف ده حلم بعيد ولا في الناحيتين تقدر تحققه؟ اقدر احققه كده. عايز جهد شويه. اه طيب، يمكن عايز ارجع شويه، وانت بدات اللعب، انت بدات سباحه طبعا، وبعد السباحه رحت قالب غطس، يعني مين اللي شجعك اكتر؟ يعني بابا ولا ماما في اتجاه الغطس؟ ساعات بيبقى الامهات قلقانين على اولادهم لعب الغطس، وده وضع طبيعي جدا، انا ما رضيتش اقول الكلام ده مع البنات عشان ما الاقيهمش، ولكن اوقات كتيره بتبقى الامهات، انا ببقى في النادي وشايف بيبقوا قلقانين جدا من لعب الغطس او لعبه الغطس، حصل معاك ده؟ ايوه طبعا، مامتي كانت قلقانه ان انا لعب خطر، ممكن اتعور، ممكن يحصل كذا مشكله، بس بابايا هو اللي كان بيشجعني عليها. بابا كان بيلعب رياضه؟ ايه كان بيلعب غطس برضه. طيب خلاص خلصت الاجابه يعني الاولى بابا، ليه؟ لان هو لعب اللعبه دي وعارف انها مش خطر، هو اللي مارسها. طيب يوم بعد يوم وقفزه بعد قفزه وبورد بعد بورد، ماما بقى خلاص يعني ما بقتش قلقانه ولا الدنيا لسه لغايه دلوقتي برضه ما تطلع على البورد تبقى قلقانه؟ لا لسه لغايه دلوقتي برضه تبقى قلقانه. طيب انهي بورد تحب تلعب عليه وليه؟ ال 10 متر. يا ساتر. علي بيضحك، يا ساتر 10 متر دي صعبه قوي. طب ليه بتحب تلعب؟ يمكن عشان انا مثلا حجمي، ربنا اداني ان انا حجمي صغير،
ومش قوي قوي وعندي دخول ميه كويس، فده اللي بيساعدني ان انا دي مواصفات برضه 10 متر. بس خلي بالك في لعيبه اللي غطاسين كبار، انا كنت بطلع يعني بطولات بره سواء العاب افريقيه العاب عربيه وات ايفر، الحاجات دي كنت بشوف لعيبه الغطس هم تقريبا تلت ارباعهم جسمك. اه ما بيبقوش اكبر منك يعني، علي يمكن طويل دي غريبه شويه، بس اغلب لعيبه الغطس بيبقوا جسمك. ايوه صح ولا غلطان؟ صح. فكان يمكن سبحان الله مرسومه لك، مرسومه لك ان انت تلعب اللعبه دي. الحمد لله. طيب مين مسك الاعلى؟ في حد انت شايفه يعني حابب تبقى زيه هنا في مصر او بره مصر؟ هنا كده كده في مصر هو مهاب اسحاق، هو اللي خلى الحلم حقيقه في نادي لوبس. لسه بيلعب لغايه دلوقتي؟ اه. ليه بتقول ان هو مسك الاعلى؟ عشان هو اول مصري يخش فاينلز في اولمبياد. اه على 3 متر. فهو اللي خلى الحلم حقيقه. عنده كام سنه هو مهاب؟ عنده 24 سنه تقريبا. هو صغير. يعني انت تقدر توصل للحلم ده، في قبلك سبقك. ان شاء الله الدنيا بتقرب. وانت علي مين مسك الاعلى؟ نفس الشخص مهاب. مهاب. طب ما انت كنت تتمرن مع مهاب بقى، مهاب لعب اولمبياد. انت اتمرنت معاه في اليوبلس؟ اتمرنت معاه في اليوبلس. طب ايه يعني ايه اللي بيميزه؟ هو اللي بيميزه عن اللعيبه التانيه ان هو طول عمره عايز يوصل وبيدوس على نفسه جوه التمرين، بره التمرين بيتمرن دايما محافظ على نفسه على اكله، هو اللي عايز يوصل فقدر يوصل. يعني شايف ان هو واخد الامور بجديه. طب انت واخد الامور بجديه زي كده علي؟ ايوه الحمد لله. حابب الغطس جدا. طب انت لما برضه يعني قلبت سباحه الغطس برضه نفس الكلام، بابا وماما حد قلق منهم قال لك لا يا عم الغطس ده بلاش ده بينط من ورد عالي، ولا قالوا لك لا جو اهد؟ لا خالص، ولا بابا سبورتيف هما الاثنين عادي جدا. طب حد منهم كان بيلعب رياضه؟ مامتي كانت بتلعب جمباز وبابايا كان بيلعب سكواش. سكواش لعب بطولات وكده ولا كان بيلعب يعني على مستوى؟ لا عادي عادي يعني، بس هو كان بيحب السكواش ولعب سكواش. طيب ووجهوك السباحه وانت رحت طالع غطس، ما شاء الله جمباز وغطس وسكواش في البيت، فما شاء الله يعني العاب اولمبياد في البيت كله. طيب انت عارف المنافسه على المستوى الدولي صعبه ولا لا؟ في غطس؟ ده يعني الهمسه بتفرق. ايوه طبعا. عارف انها صعبه صح؟ وعايز عدد ساعات تمرين كتيره جدا وقفزات كتيره. نفسك تعيش حياه الاحتراف دي وتروح وتلعب وتفرغ للدايفنج؟ انا عايز زي ما عمر قال العب اولمبياد، و هي مش احتراف قوي بس ايوه عايز جزء من حياتي يبقى اكون متركز على الغطس واوصل اللي انا عايزه بس كده. طب الطريق الاولمبياد بيجي ازاي؟ يعني انت عايز تروح الاولمبياد، ايه الطريق اللي لازم تمشيه؟ قول لنا كده، قول للساده المشاهدين ايه الطريق؟ هو لازم تكسب بطوله الجمهوريه بتاعت مصر، دي رقم واحد، ودي تاهلك لبطوله. على انهي بورد؟ واحده واحده، على انهي بورد ولا اي بورد ولا البورد انت تميز فيه؟ هو في بوردين بس ينفع تاهلهم في الاولمبيكس، ال 10 متر و 3 متر. دول بس اللي بيلعبوا في الاولمبياد، المتر ما فيش. تمام. فانت لازم تاخد بطوله الجمهوريه. بالظبط. طب دي سهله ان شاء الله تاخدها يعني، وبعد الجمهوريه؟ بتتاهل لبطوله افريقيا. تمام. من مصر كم لعيب بيطلعوا من مصر؟ بتهيألي اثنين بيطلعوا، واحد على 10 وواحد على 3. كويس. واذا كسب البورد ده في بطوله افريقيا بيتاهل بالسبوت بتاعته في الاولمبياد. يعني انت مجرد تاخد ذهب في افريقيا بتروح الاولمبياد. طب ما فيش ارقام مثلا زي السباحه حققتها بتروح؟ ولا هي لازم اول افريقيا؟ اول افريقيا بس في بيبقى في سكور معين. ايوه. ما ينفعش تجيب اقل منه. بس مش سكور معين تكسبه وتتاهل. مفيش. لا. يعني انت لازم تتاهل اول افريقيا بسكور كمان. موضوع صعب. يعني عشان تاخد تبقى طب الهرم في مصر وتطلع تبقى طب الهرم في افريقيا. طب مين بينافسنا في افريقيا اكتر غطاسين؟ افريقيا؟ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا في السباحه والعاب الماء جامدين قوي بصراحه. يعني جامدين يعني مش صن داون بس، ده برضه سباحه. طب قول لي انت نفس الكلام، يعني الطريق للاولمبياد هو نفس القصه بالنسبه لك؟ نفس القصه. وشايف الكومبيتيشن بتبقى برضه اول جمهوريه وتروح بعد كده تبقى على اول افريقيا. طيب شايف في مصر الموضوع صعب يعني، ولا شايفه في مصر ممكن تقدر تعدي تاخد جمهوريه وتروح، ولا بعد كده بتخش تصفيات كمان مع المنتخب؟ يعني السكه شايفها سهله؟ هي مش ما فيش سكه سهله ان انت تنجح، بس لو تعبت هي سهله، وادينا احنا بنحقق جزء منها. يعني انا حققنا اول جزء، لسه ناقص جزئين لازم نحققه. كويس، برافو عليك. طيب يومك بتقضي ازاي؟ انت في المدرسه لسه؟ علي جامعه، اولى جامعه. طيب اول يومك بتصحى من النوم الساعه كام؟ بتروح مدرستك كام؟ يعني بتعمل ايه عشان وصولا لغايه ما توصل تمرينك في النادي الاهلي؟ بصحى مدرستي، بصحى الساعه 6، بكون في المدرسه الساعه 8. لو ما عنديش اي حاجه في المدرسه مهمه، في جوابات طبعا النادي مقدمها لنا عشان نعرف نخرج بدري ونروح التمرين. لو عرفت اخرج هخرج اروح التمرين. التمرين بيبدا 11 ونص.
الصبح الظهر يعني قصدي بنبدا ونتمرن ونخلص. ما عرفتش تروح من المدرسه بتعمل ايه؟ اول ما بخلص المدرسه بطلع دايركتلي على التمرين. وبيكون في تمرين موجود وكل حاجه. ترى كم يوم في الاسبوع تقريبا يعني؟ تقريبا 6 ايام. 6 ايام يا عمر. التمرين بتبقى كام ساعه؟ من 3 لـ4 ساعات. طب والتمرينه كلها غطس ولا ممكن تتمرنوا فيتنس و... ممكن نتمرن فيتنس بس الفيتنس بره 3 لـ4 ساعات بتوع غطس. ما شاء الله. طب علي يومك بيبقى ازاي؟ بصحى الصبح وبروح الجامعه عادي، وبعدها بطلع من الجامعه على التمرين. بروح الجامعه 3 ايام بس، فبيبقى في وقت كتير قوي للغطس. وبعد الغطس بالليل ايام بيبقى عندي فيتنس وايام لا. طب والفيتنس اظن انتوا مش محتاجين يعني شغل هيفي ويتس تشيلوها او اوزان تقيله تشيلوها، محتاجين اكتر مرونه صح؟ محتاجين اكتر تحمل شويه. يعني تمارينكم بتبقى مختلفه شويه عن بقيه الالعاب، يعني مش محتاج تعمل كتاف كبيره زي العاب اليد مثلا والباسكت، مش محتاج سرعات زي لعيبه الجري. يعني طب اديني يعني التمرين، بتمرنوا على حمام السباحه ولا بتروحوا الجيم ساعات؟ يعني التمرين فيتنس ده ايه؟ انا برضو عايز افهم في الغطس التمرين فيتنس ده بيبقى ايه؟ زي ما كابتن عمرو قال، ركبوا لنا الدراي لاند الجديد، وده بورد متحرك، بورد متحرك وارض على مراتب بدل ما هي على الميه. زي الجمباز. اي بالظبط، على مراتب بدل على الميه، بتسمح لنا ان احنا نظبط حته معينه في النطه، وبدل ما نضطر ننط ونطلع ننشف ونط تاني، بتفضل ورا بعض ورا بعض. و الدراي لاند ده موجود في اهل مدينه نصر ولا الجزيره؟ اهل مدينه نصر. وكم بورد؟ يعني هل في 10 متر دراي لاند؟ لا طبعا مستحيل. علي استغرب بالسؤال. 10 متر وتنزل على السفنج دي طبعا ممكن تبقى متر صح؟ هي متر متحرك وارض عشان اكنك على 10 متر. ارض ثابته عادي. كانك على 10 متر، مش فاهم برضه. لا 10 متر بتبقى ثابته مش متحركه. ايوه ثابته مش متحركه. فهي بس ما بتنطش. فين؟ يعني انت بتتمرن على الوقفه والبتاع بس ما بتنطش على الدراي. بنط مثلا لو النط من فوق 3 4 لفات. بتنزل على المرتبه بتعمل لفه واحده تظبطها. يعني انا فهمت قصدك، يعني انت دلوقتي انت بتعملها بتقسم بالظبط. فانت مثلا لو بتعمل 5 لفات بتاخد لفه بتنزل على السفنج صح كده؟ صح. طب ده فرق معاكم؟ طبعا. هل في انديه ثانيه عامله الدراي لاند؟ هليوبلس وجزيره برضو. هليوبلس وجزيره احنا اول مره نجيبه. ده بيوفر عليك في التمرين، ما تحتاجش تنشف وبتاع، بس برضو النط في الميه غير يعني. بس ده محتاج ده فعلا طبعا. طب ايه يعني اختلاف ايه؟ الاختلاف انت في الميه مثلا بتطلع تنشف وتطلع سلم طويل فبتضيع وقت صح؟ وفي الميه انت لو عندك نطه فيها كذا لفه مثلا، انت بتبقى خايف من الاند ريزلت، فما بتركزش في اول كذا جزء من النطه. فانت بتقسم النطه، بتعرف تركز على جزء جزء. بس برافو، ده علم تاني خالص وقصه تانيه. ده انتوا هتبص موضوع صعب جدا. علي انا بشكرك، علي خالد بشكرك. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق ونشوفك كده بطل اولمبي كبير جدا باذن الله. عمر معتز بشكرك، نورتني وشرفتني يا حبيبي، وان شاء الله تبقى احسن يعني غطاس في العالم كله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان بعد الفاصل نكمل لقائنا مع ابطال الغطس. بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حلقتنا النهارده مع الغطس والانجاز الكبير والحصول على الدرع العام لبطولات الغطس هذا الموسم في مصر. برحب بالمدرب العام الكابتن الكبير كابتن محمد العسال. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ونرحب بلاعيبه الفريق واحد نجماته واحد اصحاب هذا الانجاز الكبير شهد ايمن. اهلا بيك يا شهد. اهلا بحضرتك، مبروك. الله يبارك في حضرتك، شكرا. طب اجي لك كابتن محمد، يمكن طبعا كان معانا كابتن وائل عزت وكابتن عمرو ممدوح، اكيد الانجاز ده ما جاش من فراغ، اكيد جه جهد وعرق. ابتديتوا الموسم ازاي واشتغلتوا ازاي وخططتوا لده ازاي؟ بص، هي منظومه، فهي بادئه من 4 سنين. يعني كابتن طارق جمعه حاطط برنامج ان احنا نخش ان احنا ناخد الدرع العام. الحمد لله اتحقق السنه دي بمجهود وتنظيم واداره، يعني كل حاجه تكاتفت علشان ان احنا نوصل للوضع اللي احنا فيه النهارده ده. طب انتوا الفريق كله بيتمرن في مدينه نصر ولا اهل الجزيره ولا بتمرنوا الجزء الاكبر في مدينه نصر، ولكن كتير بيروحوا من الجزيره. يعني انتوا بتقدروا كجهاز تقسموا نفسكم بنقسم حسب ظروف الاولاد والمدربين. بالظبط. طيب شايف ايه اللي ميزنا دلوقتي؟ ايه اللي يميز النادي الاهلي انه خد البطوله دي؟ اكيد حاجه تميزنا ان احنا خدنا الدرع العام. ما هو زي ما بقول لحضرتك، التنظيم من الاول، وبقى عندنا ان احنا نوصل للموضوع ده، فهو محتاج ترتيبات. ترتيباته ان انت يبقى عندك مثلا، احنا بنلعب 7 مراحل
سبع مراحل يبقى فيهم لعيبه موجودين يسدوا المكان ده او ابطال في يعني المكان ده. يعني قصدك الاعمار السنيه؟ نحن الاعمار السنيه مختلفه. الاعمار السنيه مختلفه، فانت عندك التقسيمه بتاعه الولاد اللي عندك يقدروا ينافسوا في كل المراحل. طب هي مهمه صعبه ليه بقى؟ انا اقول لك، انت بتدور مش تاخد ايفنت. بالظبط. انت بتدور تاخد كل الايفنتات. بالظبط. انت عايز في كل الاعمار السنيه احسن لعيبه في مصر، او بالزبط. تعمل احسن لعيبه موجوده. فانت كده عايز بلان شامله. انا فهمت انت قصدك، انت عايز خطه واستراتيجيه كامله. بالزبط. عشان توصل للدرع العام، مش عشان تاخد ايفنت. طول عمرنا بناخد ايفنت دي ما يعني ما تحملش معاك لاخر الموسم. بالظبط. لكن انت بتلحق في مرحله البراعم مثلا عندك ثلاث مراحل، مبتدئ متقدم متميز، فانت عندك في كل ايفنت من دول عايز على الاقل ولدين وبنتين يشيلوك ان انت تبقى بطل في الحته دي، او ان انت تكسب المرحله دي. عشان انت بتكسب مرحله البراعم، بعديها مرحله الناشئين، بعد كده مرحله العمومي، في الاخر تجمعتهم كلهم يقول لك ان انت واخد الدرع. طيب لعبنا كام بطوله؟ احنا بنلعب بطولتين في السنه، كاس مصر وبطوله الجمهوريه. بنبدا بالجمهوريه الاول، وبعد كده نهايه الموسم اللي هو فيه الدرع بقى، اللي هو فيه بطوله كاس مصر والجمهوريه، ده اللي بيجمع فيه النقط. طيب احنا لعبنا بطولتين في السنه. طب اصعبهم كان الجمهوريه ولا الكاس؟ عاده الجمهوريه بتبقى اصعب لان فتره الاعداد بتاعتها اطول. برافو. صح. انت عندك الصيف كله، فانت شغال عامل حمل 100%. ممكن كاس مصر يبقى عندك ظروف كتير قوي خارجه عن ارادتك، يعني عندك دراسه، عندك جو برد، الحاجات دي كلها بتبقى خارجه عن ارادتك، فانت بتضطر تاقلم نفسك على الظروف دي. طب اكبر اكتر عمر سني، بكلمك بقى حاجات تكنيكال اكتر من اللعيبه، كنا بنتكلم على حاجات يعني حياتهم والعابهم، ولكن اكتر عمر سني كان عندنا فيه ازمه او كنا محتاجين فيه تركيز قوي مع الولاد. بص، هو عاده مرحله 13 و15 سنه دي بتبقى المرحله، انا بعتبرها ان المرحله الفصل. بمعنى ان انت بتبقى طالع من مرحله البراعم، مرحله البراعم منافسه فيها برده ما بتبقاش سهله لان الفروق قليله قوي. بالظبط. لكن لما بتوصل بقى ل 13 سنه بيبتدي يخش عليك صعوبات جديده في الحركات بتاعتك، فانت لو الولد مش جاهز للمرحله دي فعاده بينسحب. فهي دي اكتر مرحله بتبقى الموضوع فيها. بس دي حاجه جنرال مش النادي الاهلي بس. لا، دي طبيعي في الولاد كلها، يعني طبيعي. 13 و15 دي المرحله اللي هو انت بتبتدي تشوف الولاد رايحه فين، اتجاهها فين، وبتبتدي تختار منهم. بالظبط. شهد، مبروك. الله يبارك في حضرتك. لعبت الجمهوريه بكاس مصر؟ طب عملت ايه في الجمهوريه؟ الجمهوريه طلعت تالت. على كم بورد كم بورد بتتكلم؟ انا كنت بنط على ثلاث بوردات، ثابت وثلاثه متحرك ومتر متحرك. طلعت تالت على ثلاث بوردات. طلعت التالت؟ تالت تالت. يعني ثلاث بوردات انت على منصه التتويج. طيب ده في الجمهوريه صح؟ طيب في كاس مصر؟ كاس مصر طلعت اول وثالث في بوردين. اول على متر متحرك وثالت على ما شاء الله على ثلاثة. ما شاء الله. بس دي نتائج حلوه جدا. طب دي اكتر سنه عملت فيها نتائج، ولا عملتي فيه نتائج احسن من كده؟ لا، عملت نتائج احسن من كده ساعه ثانويه عامه، كانت بطوله قبل ثانويه عامه ب 10 ايام، خدت فيها الكاس. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب قولي لي، يعني السنه دي يعني اكيد برضو كانت فيها منافسه. يعني النهارده معانا هليوبلس بينافس، طبعا منافس التقليد، عندك الجزيره، عندك سموحه سبورتنج، عندك انديه كتير جدا السنه دي بتنافس، وخلاص احنا عدينا كورونا في فتره، فالفرق كلها بتمرن كويس. مين اللي كانوا بينافسوك؟ مين اكتر منافسين ليك؟ الجزيره وهليوبلس. طب فاكر اساميهم ولا بتبقى تختلف؟ لا، بيختلفوا يعني. بيختلفوا عن بعض. طب انت بداتي يعني قفز ازاي؟ دايفنج بداتي ازاي؟ انا كنت بتمرن سباحه زمان بس ما حبيتهاش قوي، فشفت الناس عماله بتنط فقلت انا ممكن اجرب وكده، وقعدت اجري. كان سن كام ده؟ كان 6 سنين. صغيره برضه. عملي 15 سنه. كل اللي جاوب نفس الاجابه. نفس ان هو ده نفس كنت بلعب سباحه وشفت الولاد بينطوا فعجبتني اللعبه. كله شايف كده، ويمكن حمام الغطس جنب حمام السباحه. فكله شايف بعض. طيب لما رحت قلت لبابا ماما انا عايز العب اللعبه دي، ما قالوش عليكي؟ خش مش اي حاجه. الام ساعات بتقلق من هي. اكيد هتقلق. بس مش هتسيبني يعني. ما اخشش حاجه انا حباها. ولعبت. طيب بدات تدرجي وتوصلي. طب انت فاكره فتره الناشئين عملت ايه؟ فاكره كنت ماشيه ازاي ولا؟ فتره الناشئين كنت ماشيه كويس الحمد لله. بس ابتديت اشد اكتر في فتره العمومي. ايه السبب؟ هل عشان عشان كبرت اكتر وجامعه، جامعه مش هعرف اطلع بدري من الجامعه، مش زي المدرسه. المدرسه كنت بطلع الساعه 12، جامعه بخلص الساعه 4، فاخلص جامعه واروح التمرين شويه، الدنيا تبقى ليلت، في الشتاء بيبقى الجو برد شويه كده. بتدرسي لسه صح؟ لسه بتدرسي؟ في سنه كام؟ تانيه جامعه. تانيه جامعه لسه صغيره. ان شاء الله لسه الدنيا قدامك. طيب الموسم خلص. هتبطلي تمرين؟ لا ان شاء الله.
مش هتبطلي تمرين؟ مش هبطل لا على طول. يعني حتى بعد ما الكاس خلص انت بتمرني اسبوع؟ اخر تمرين امتى مثلا؟ اخر تمرين من يعني لسه مخلصين بطوله بقالنا كام يوم بس. اخدت يومين كذا يوم راحه وبعد كده بس انا بمرن دلوقتي الصغيرين. بتمرني الصغيرين؟ طب برافو. طب حابه التدريب اكتر ولا حابه اللعب؟ الاثنين بصراحه. يعني انا بمرنهم وانا حابه اللعبه وبتعلم برده من كابتن طارق وكابتن محمد وكابتن اسامه كساب فبديهم بقى. بيبقى حلو لما اللي انت بتمرنيهم يشوفوكي بتلعبي على فكره دي حته جديده. دي حقيقه. طيب ويعني انت الاثنين بالنسبه لك واحد انت تتمرني او تلعبي. لما الواحد بيبتدي يلعب بيبقى له مثل اعلى، مين مثلك الاعلى؟ زي ما عمر وعلي قالوا مهاب مهيمن طبعا. مهاب كاسح كاسح. مهاب مهيمن. لا هو حاله فريده مهاب مش لعيب عادي يعني لعيب عمل انجاز ما اتعملش في مصر لحد نهايات الغطس الاولمبياد صح؟ بالظبط. انجاز كبير سنه كام ده كان؟ الاولمبياد اللي فاتت طوكيو دي فده انجاز وكانت اول مشاركه ليه ريو معاها لا اول واحده ريو وبعد كده بس انجاز كبير جدا يعني واضح انت تخش الفاينل دخول الفاينل اصلا في الدايفنج صعب جدا منافسه جدا 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 يعني هو النهائيات بتبقى احسن 8 لعيبه صح ولا 12 12 لعيبه فوصل ان هو وصل نهائيات جوه ال 12 ده حاجه كبيره يعني الله اكبر ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه طيب هو يعني كل اللاعبات واللعيبه مثلا من اعلى مهاب طب مها يمكن عشان بره مش شايفينها كتير في جامعه كان مهاب لسه معانا وبيتدرب لحد دلوقتي معانا في نادي هليوبلس وكده ما هي الميزه ان هو طلع من هنا يعني بالظبط كان كله جوه مصر ما لعبش حتى في جامعه بره ولا حاجه راح سنه بره في روسيا وبعديها رجع تاني بس كان عنده منحه بره طب قولي لي لما بداتي تلعبي اللعبه دي ودايما بسالها للاعيبه واللاعبات انت بتقف على البورد ال 10 متر في رهبه انا لما بطلع ابص برجع على طول ما بفكرش انا كده كده مش بنط 10 متر كتير خالص يعني اخري 3 ومتر بس لكن لو بطلع 10 برضو قصه برضو 3 صعب بس يعني احسن شويه من 10 متر بس انت بتنط 10 ما كانش في رهبه في اول لا في طبعا في طبعا بص الميه كده مش ببص اصلا انا بسمي اللي هي واطلع على طول يعني بتعملوا ايه مع اللعيبه عشان ما تخافش ما دي تدرج بقى يعني احنا مرحله تدرج ان انت ازاي توصل بالولد ان هو يطلع من غير ما يبقى قلقان يعني انت بتمرن من على الثلاثه ثابت الاول تدي له الثقه بعد كده يطلع 5 بعد كده 7 بعد كده يعني ما بيطلعش 10 طبعا مره واحده هو برده ما قبلكوش قبل كده ان ولد من البراعم عيط وما قدرش يطلع السلم كتير كتير بيحصل كده الجمباز بالظبط كتير بيقعد يعيط ومش عايز يطلع طب بتعمله مع ايه ما هو دي بقى بنرجع تاني ان زي ما بقول لحضرتك كده تدرج معاه يعني نبتدي نديله الثقه ممكن حد كبير يطلع معاه ينط قدامه يبتدي ياخد الثقه منه فبتبقى بالتدرج يعني طب الدراي لاند فرق معاكي فعلا يعني في نقطه الحركه في نقطه مثلا خايفه اعملها على الميه اخد كرباج او حاجه بطلع على دراي لاند اعمله اعمل النطه واحده وسيف 100% دراي لاند سيف ما فيهوش اي قلق عليكم خالص لا في مراتب تحت وكل حاجه تحت البورد وكده لو وقعت مش هتعور يعني فانتوا بتطلعوا بتعملوا الحركه وبتتقنوها كويس وبعد كده بتطلعوا تعملوها في الميه بتبقى اسهل كتير طب مين اللي فكر في الدراي لاند ده يا كابتن؟ بص هو يعني برضه فكره من زمان ان احنا بنحارب ان احنا نعملها يعني بس الحمد لله الجهاز الاداري اللي موجود حاليا يعني بيحاول على قد ما يقدر يوفر كل حاجه يعني. طب ايه الجديد؟ ايه الجديد يا كابتن في الغطس؟ يعني ايه اللي المفروض بيتعمل بره ازيد من اللي عندنا بيتعمل؟ بص هو يعني على قد امكانياتنا احنا يعني بنحاول نقرب يعني هو الدراي لاند الترامبولين اللونجا والحاجات دي كلها موجوده بنشتغل عليها في حاجات احدث من كده طلعت بره بص هو علم البايروميكانيك هو اللي سايد في الفتره دي ان انت تصور وتحلل وتبتدي تطلع زوايا وخروج وحاجات كده دي زي الفولي بول كده زي الداتا بولي كده بيقعدوا يصوروا الضرب واتكات الضرب وكتفك بالظبط ان انت تبقى عارف امتى يلف وازاي يخرج من الحركه نفسها دي حاجات دي اللي بتفرق كتير برضه طب وليه يا شاهد انت يعني اكيد في جمل بتتعمل في الغطس انت بتميزي في جمله معينه ايه هي؟ اكن يعني في البطوله اكنك في التمرين بالظبط ما بتفرقش معاك يعني ما بتقوليش انا هعمل الجمله دي في الماتشات عشان هي انا كويسه فيها والماتشات بتبقى اصعب شويه لا انت بتعملي كله انت بتعملي في التمرين كله هو اللي بتعملي في الماتشات بحاول على قد ما اقدر يعني اكيد بيبقى في توتر وكل حاجه بس بحاول يعني في التمرين زي البطوله على طول طب بتعملي في التوتر؟ بحاول اهدي نفسي كده وكابتن طارق بيفضل يكلمني في البطوله كابتن محمد يقعد يهزر معايا يطلعني من مود التوتر اصحابي بييجوا يشجعوني وكده يعني بتحب الغطس صراحه تخيلتي نفسك في لعبه تانية غيره لا ما حبيتش ولا سباحه ولا جمباز ولا سكواش ولا اي حاجه هي الغطس
بقالي طيب. 15 سنه من اول انت بتلعبيها من كام سنه يعني بقالك من سن 7 8 سنين صح؟ من عندي 21 سنه دلوقتي ما شاء الله. فبقت خلاص بقيتي بتحب الغطس جدا. تخيلي يعني ساعات برضو اللعيب لما بيفكر انه في يوم من الايام هيبطل رياضه بيحبها بتبقى صعبه. طب انت طبعا بتمرني دلوقتي فانت يعني بتدي خبرتك للولاد، هل شايفه التمرين ممكن يغنيكي في يوم من الايام ان انت تنطي؟ لا هتفضلي يغريني ولا لا يغنيك يعني خلاص انا همرن واطلع اللي انا عايزاه مع اللعيبه واتمرن لا لا انا اتمرن وامرن في نفس الوقت بصراحه. حبه ده حبه ده. انت بنات النادي الاهلي صح ولا جيتي لعبتي بره؟ لا لا في النادي الاهلي. الجميله يا كابتن برضو يعني زي ما بتقول شاهد كده احنا يعني اغلب اللعيبه واللاعبات ولاد النادي الاهلي. ولاد النادي يعني ممكن علي مثلا علي. صفقه هو يعتبر علي لحد دلوقتي مفيش ما اعتقدش ان في حد تاني. لا ولال زهران يعني بتكلم في ايه مجمل انت عندك كام لاعب مثلا بيلعبوا؟ حوالي 45 يعني جوه البطوله 45. ده في حد ذاته مش البطوله بس هي الانجاز، لا الانجاز الاكبر ان دول ولادك بالظبط، دول صناعه النادي الاهلي جوه النادي، صناعه النادي الاهلي. وده اللي اكد كلامك ان انت بتقول دي منظومه بالظبط. طب قول يا كابتن انت مثلا هناخد القصه كده عشان لو في اعضاء جمعيه عموميه لو في اولياء امور بيتفرجوا علينا، انت بتبتدي انت كمدرب ليك وجهه نظر اللاعب الغطس او لعيبه الغطس بيبقى ليها مواصفات، وانا اسال شادي نفس السؤال، شايف ايه اللي انت بتشوفه في الولد الصغير البراعم تقول لا ده ينفع غطس؟ بص في مواصفات جسمانيه، خلينا في حاجه الجسمانيه. ماشي الجسمانيه هو يعني ما يبقاش طويل غريبه بس عليه طويل وكده مع بص ما حالات كل قاعده شويه، لكن انت يعني بتتكلم في العموم لعيبه الغطس بيبقوا الحجم القصير احسن شويه، التكوين العضلي بيبقى جامد يعني هو يعتبر قريب من الجمباز يعني نفس تشكيله جسم الجمباز. تاني حاجه احنا اتكلمنا عن المواصفات الشخصيه ان هو لازم يبقى جريء عنده الجرأة، دؤوب، عايز دايما يتحرك، دايما هتلاقي لعيب الغطس بيتحرك مش قلبه ميت مش هتلاقي لعيب غطس قاعد ساكت ما بيعملش حاجه لا واقف عمال يفرق واقف بيدور على حد يضايقه بالظبط. يعني دي المواصفات اللي لازم تبقى موجوده، دي في الاول بنشوفها اللي هو يعني ده تمام ممكن يتبان على سن قد ايه تقريبا؟ 7 6 5 من 7 سنين كده يعني احنا بنبتدي نكون فرقتنا 7 سنين علشان يعني يعني احنا بيبداوا 6 سنين في المدارس وكده نبتدي نتفرج عليهم سلوكهم ماشي ازاي، 7 سنين بنبتدي بقى يبقى تخصص شويه نبتدي ندخل الحركات البسيطه اللي احنا بنقدر نعملها، علشان 8 بتبقى سن البطوله يعني ده اول سن بطوله 8 سنين. عمرك قلت اللاعب او لعيبه لوالده ووالدته بلاش غطس خلوش يلعب يعني ابنكم ما تخلوش يلعب غطس او بنتكم؟ حصلت؟ بص حصلت مش هنذكر اسامي بس ايه السبب؟ حاجات بتبقى تكنيكال شويه اللي هو ركب مشاط في عنده مشكله في رجليه مش هيقدر يلعب في حاجه ثانيه بالظبط الغطس مش هيقدر بالظبط. فبتقول لهم طب يتقبلوا ده لاولياء الامور؟ في وفي يعني في ناس كتير بتتقبل وناس لا انا عايز كمان تمام مفيش مشكله بس يبقى انت عارف حدود ابنك في الحته الفلانيه يعني ما بنقدرش ما بنبقاش اللي هو لا احنا هنعمل بطل لا احنا ما بتبقاش المساله كده لا في واحد اتنين تلاته واحنا مبدئيا الجزء بتاع البراعم بالنسبه لنا بنعتبره مش قسم منافسه مش منافسه يعني خالص انتوا اللي بتعتبروه ولا المنافسات بتعتبروه؟ لا احنا بنعتبره مش جزء المنافسه بتاعنا لان صناعه البطل ما بيبانش من البراعم صح. يعني انا ما اقدرش احدد ممكن نبقى نمره واحد في البراعم واجي في الناشئين ما حقش فما بنعتبرهاش منافسه يعني بنعتبرها جزء ترفيه او نشاط موجود معانا لكن ما بنضغطش على الولد ان هو يبقى بطل روح. لكن فيهم ابطال يعني وفيهم ولاد مميزين بيبقى الولد مميز من نفسه لكن احنا ما بنسعاش ان احنا نبقى ضاغطين عليه الضغط الكامل ان هو لا انت لازم تحقق ولازم تعمل حتى احنا لما بنتكلم معاهم قبل البطوله يا جماعه احنا رايحين نعمل شكل كويس مش رايحين ننافس حد احنا رايحين نبين للناس ان احنا اتمرنا كويس الفتره اللي فاتت وده شكلنا وده الاسلوب بتاعنا وده تمريننا مش منافسه يعني مش حتى ما بحطش الولد تحت ضغط ان هو يبقى انا داخل منافسه وابقى كويس ده كده مية مية. طب شاهد انت بتمرني بقى بتقولي لهم ايه البنات او الاولاد الصغيرين ايه النصيحه انا بمرنهم لو عايز تبقى بطل هتبقى بطل عايز تركز في التمرين هتركز في التمرين ومالكش دعوه باصحابك. انت بتمرني اعمار قد ايه؟ 8 سنين 2014. طب ده كويس ده هم 9 سنين 8 9
بيفهموا كلامك؟ لا طبعا هم اشقيه طبعا بس اللي احنا عايزين اشقيه كده بيخليني والله يا كابتن اشقيه جامد بس والله يعني كويسين والله. لا يعني يعني بتقول لهم نصيحه عايز تبقى بطل بطل تشتغل عايز تبقى بطل هتبقى بطل. طب هل في لاعب او لاعبه انت بتشوفيه كده من سن ده تقولي لا ده هيبقى حاجه؟ بيبان عليهم زي ما كابتن محمد قال. انت بتبقى ليك وجهه نظر من لعبك بقى يبقى باين عليهم. طب بلاش مش هقول اسامي عشان السن ده صغير ما يبقاش. عندك كام ولد وبنت مثلا؟ اتمرني ولاد وبنات طبعا. ولاد وبنات. طب عندك كام مثلا؟ لو قلنا نسبه لو قلنا بتمرني كام لاعب ولاعيبه انت مثلا؟ بمرن 12. نقول مثلا منهم اللي انت بلاش من غير اسامي عشان هم لسه صغيرين ما نبقاش ميزنا حد عن حد. عندك كام واحد من ال 12 شايفاهم بروميسنج؟ 4 أو 5. ما شاء الله دي نسبه عاليه على فكره. احنا ممكن نتكلم في واحد. ما هو احنا لا احنا المرحله اللي ماسكاها شهد وهنا معانا برضو مرحله اللي هي لسه مرحله التجهيزي يعني احنا لسه هنا بس مش هنا وليد لسه بتتمرنوها. انا ما بتقوليش اصل هنا خدت عمومي وهي ثانيه اعدادي فمش هتبقى بتمرن كده. لا 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 بس عشان ماشي تمام بس فدول مجموعه التجهيز اللي احنا بنجهزهم الفتره الجايه ان هم يشاركوا ان شاء الله في الجمهوريه الجايه يعني. فخمسه من 12 احنا بنتكلم في نسبه كبيره. احنا لو قلنا كده اولموست مثلا نقول 40% لان 6 يبقى 50% نقول 45% تقريبا فنسبه عاليه جدا. وممكن تلاقي عند هنا برضو جزء زيهم زي. ومع الوقت ممكن الخمسه دول يبقوا 6 و7 لان الشخصيه زي ما حضرتك قلت في السن ده بتتغير عن 13 سنه. لو احنا بنختار بالاكتر يعني مثلا لو احنا محتاجين 6 فانا باخد 8 أو 9 على اساس ان احنا نبقى عندنا قاعده ان انت القاعده دي اللي بعد كده بتطلع تتدرج معاك في المراحل وبتقدر تقسمهم على بقيه السنين اللي جايه يعني. طب شاهد انت شايفه الاقبال على الدايفنج زاد؟ بصراحة. ليه بتقولي كده؟ عشان احنا مكناش اصلا بنتمرن في نادي اهل الجزيرة يعني نادي اهل الجزيرة ما كانش فيه دايفنج. بعدين احنا روحنا الكبار راح يتمرنوا هناك فالمدارس بقت تشوفنا واحنا بننط هناك فبقى فيه اقبال كبير قوي على الدايفنج. صح صدق تحليل مظبوط؟ صح هو ده التحليل اللي الدايفنج بقى عليه اقبال. يعني طب هل في سباحين بيبقوا عاملين ارقام في السباحة ويقول لك لا انا عايز العب دايفنج؟ ولا ما بيحصلش؟ لا ما بيحصلش. ما هو بيبقى اصل حتى الرقم يبقى هو خلاص ماشي كويس. بالظبط ماشي كويس بس هو اللي غالبا اللي وبيبقى سنه خلاص هو وصل لمرحله المنافسه في السباحه فاعتقد مش قبل 9-10 سنين يعني. انما اللي بيصطدم بالسباحه وبيحصل عنده تعثر فيها بالزبط. بيبقى البوابه للووتر بولو او الدايفنج صح؟ بيبقى الاثنين. هو يعني انا ما اعتقدش ان اللي بيجي بيبقى لسه في السباحه مشي مشوار كبير هو يا دوبك يعني اول خطوه اثنين وبعد كده بيروح ترانس يعني ممكن الجمباز اقول لك يعني ممكن اللي بيتصدم في الجمباز في اول بطولتين مثلا فهو بيبقى عنده لسه 7-8 سنين فبيبتدي يتجه لحاجه شبهه وترضي رغبته يعني. طيب يعني انت شايف حضرتك انه مع الترانسفير اللي بيحصل من السباحه وبيجي لك كمان الووتر بولو انت هنقول القاعده بتاعتك كام؟ يعني انت نقول اصغر سن خالص عنده كام 4 سنين؟ لا احنا بنبدا من 6. 6 كم لاعب ولاعيبه عندك 6 سنين عشان الناس تتخيل القاعده بتاعتكم قد ايه؟ يعني ممكن اعتقد في الاكاديميه اللي هو قبليكوا يعني 2015 مثلا بيبقى فيه 2-3 بس كده؟ لا احنا بنتكلم على القاعده الكبيره اللي هم 40 لاعب ولاعيبه مثلا الصغيرين بيجوا لكم؟ ممكن يبقوا 40 أو 50. 40 او 50 بيبقوا دول يعني احنا مختارين احنا قاعده كبيره ومختارين منهم ال 12 اللي مع هنا وشهد. يعني انت عندك الاكاديميه؟ يعني عندي 24 ولد وبنت اللي هم المرحله اللي هو هنختار منهم التجهيزي. وعندنا بقى تحت التجهيز المرحله اللي هي المدارس اللي هو الممارسه الاولانيه دي بيحاول عندنا 40 تقريبا بالظبط. عندنا 24 قول الضعف يبقى 50 يعني انت بتتكلم عندك قاعده يعني بتتكلم على ما هو ده الاساس. ما ده البيز بتاعك ان انت هتبني عليه بعد كده فانت لازم تهتم بيه ما ينفعش تهمله خالص لان انت بعد شويه هو ده اللي هيفرج جوه الفرقه. بس اصل الدايفنج لعبه من الالعاب الصعبه والخطره يعني خطره انه لعيب لو مش متجهز كويس او ممكن ينط ينزل خطبات جامد ينزل نازله غلط. بالظبط. ايه اشهر الاصابات اللي ممكن تيجي في الدايفنج يعني ايه اشهر الاصابات؟ هل مزق؟ ما تهيألي ما فيش مزق. مزق لا في الكتف. في مزق في الكتف دول اكتر اصابتين الظهر والكتف. ظهر وكتف تمزق في الظهر المزق والكتف وخلع في الكتف ده في الكتف. طب خلي بالك عشان حركات عنيفه انت 10 متر ونازل بايدك انت المايه بتبقى يعني قربت منها انت بقى ازاز يعني فلو انت مش جامد بكتف قوي مش هتدخلها يعني سيارة. حتى اللي بيلعبوا كليف دايف بينزلوا برجليهم بس ما يقدروش ينزلوا بايديهم. انا اتوجعت بصراحه والله. طبعا كابتن محمد دلوقتي مر سريعا بشكرك كابتن محمد عسال مدرب عام الغطس والف مليون مبروك على الانجاز الكبير. الله يخليك ربنا يخليك ان شاء الله يعني السنه الجايه نفس الانجاز باذن الله. ما هو احنا عملنا السهل ده بالظبط صعب هو اللي اتحط. برافو عليك.
شاهد ايمن نجم طبعا النادي الاهلي في الغطس، بشكرك نورتيني وشرفتيني، وعايزين بقى ايه نتائج وراعي كمان كويسين ان شاء الله. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا عن الغطس، وكل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم، بكره ان شاء الله اي اول ايام الشهر الكريم، كل سنه ومصر ونادي الاهلي وكل مصر كلها بخير وبسعاده، وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله بعد رمضان. سعدت جدا بهذه الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من الابطال.